I was. عايز uses والadverse effect. السؤال صعب. السؤال ده منين نجيبه؟ من الورق، من الجدول، من تاني صفحة في الادرينرجي. هتلاقي الجدول في سيلكتيف سيباس وبايوت. الفا 1 وبيتا 1 وبيتا 2. واحنا قلنا البيتا 2 اهمهم. هو جاي عايز الجدول، عايز اسمائهم ايه؟ فكرتوا في اسمائهم، سالبيوتامول وريتودرين وايزوكسوبرين، صح كده؟ كل واحد له استخدام. رقم واحد السالبيوتامول بيستخدم في الهوم تلازم. رقم اثنين الريتودرين بيستخدم في البريماتيور ليبر. رقم ثلاثه ايزوكسوبرين في البريفرال فاسكولار ديزيز. والاضرار بتاعتهم كان الشهير فيهم حبتين. ثروبين بيهيفير، تريمورز، تولرانس، طقش، وتاكيكارديا، في حاجه اسمها لوب دراند سيندروم، وهيبوكس. السؤال ده بيجيب كام درجه؟ 10 درجات. تمام؟ السؤال الثاني عشان بس نوع نعرف الناس اللي بتقول على الامتحان صعب دي، الناس اكيد ما ذاكرتش. السؤال الثاني جاي عايز كلمه واحده بس، تيراتو جينيستي. عايز يعرف معناها ايه؟ الاكزامبل اللي عليه. السؤال ده اجابته فين؟ فين مكانه؟ الادفيرس دراج ريكشن، اخر بيج او البيج اللي قبل الاخيره في الجنرال الشابتر بتاع الفارماكو دايناميك. لما قلنا الادفيرس دراج ريكشن مقسمين خمس حروف، تايب اي وبي وسي وبي واي. الراجل بتاع التاخير ما طلعش الصفحه كلها. قال لك بس عايزين تراتوجينيستي تعريفها ايه؟ دي بتاعت تشوهات الادرينا اللي بتحصل لها كل دراج انديوز فيتال مالفورميشن. والاكزامبل بتاعتها تقول له طبعا ان افضل فتره في البريجنسي هي اول ايه؟ فيرست ترايمستر. نقول له اكزامبل من الادرينا. فكرت في اشهر دواء اسمه ساليدوماين كان بيعمل حاجه اسمها فوكوميليا اللي هو بيدوله من غير اطراف. عندنا تترا سايكلين اللي كان جزء الفيتيس والبوم، ده كان بيعمل حاجه اسمها دنتال انامي هايبوبليزيا وديسكالريشن للفيتيس. كان عندنا سوليدي اكتف ايودين اللي كان بيعمل فيتال بوينتر، صح كده ولا لا؟ يعني في عندك شويه سايتو توكسيك دراج يعمل ابورشن. يعني هو عايز الاكزامبل وانت السؤال اللي بعد كده عايز الديفينيشن. ديفينيشن بس بتاع كلمه فارماكو دايناميك الديفينيشن بتاعها ايه؟ افكت اوف دراج اوف ذا دراج اون ذا اورجانيزم از ريجارد سيرابيوتيك اند ادفيرس افكت. كل واحد بيطلع ايه؟ ميكانيزم مفهوم؟ يبقى كان عايز كمان تعريف الليجل والتايبس بتاعه. ايه تعريف الليجل؟ بس لو فكرت بقى عشان اكيد زي ناس قبل لسه ما قالش. هو البوينت تو سبيسيفيك ريسيبت. ما هو المفروض بس يقوم من ذاته. هو الحاجات دي موجوده. الليجل ايه هو؟ ايه هو الليجل؟ البوينت تو سبيسيفيك ريسيبت. عباره عن ممكن يكون هرمون، ممكن يكون هرمون، ممكن يكون نيو ترانسميتر اكت باي بايندنج ويز ريسبتور، صح كده؟ انواعه اجونست، بارشال اجونست وانتاجونست. ايه تعريف الاجونست؟ دراج ذات هاز افينيتي اند افيكاسي. اللي عنده افينيتي وعنده ايه؟ فولت افيكاسي. البارشال اجونست عنده افينيتي بس انكمبليت افيكاسي. والامثله بقى هتقول له على الاجونست مثلا ادرينالين او استالكولين، هتقول له على البارشال اجونست هو واحد عند ناس مسكسنايز كولين. والانتاجونست اللي عنده افينيتي بات نو او زيرو افيكاسي زي الكولين او زي الاطفال. تمام ولا لا؟ في سؤال تاني طبعا جاله كمان على الكولينرجيك، بس انتوا ما عندكوش ايه؟ الكولينرجيك يؤدي اللي بعد الفيكتور. دكتور السؤال الاول كده مره، السؤال الاول بيتا 2 اجونست ايش بتطلب فيه؟ عايز اليوزز والادفيرس افكت والممبرز بتاعته طبعا، فين هم؟ اهم حاجه تفتكر الشكل. بص دايما في الامتحان في حاجه تخليك تخش وحاجه تخليك تخش على الصفحه. تو ريمبر شكل الورقه ايه؟ على فكره ده انا كنت كده غلطان. لو بصيت شكل الورقه كنت كلام ليه؟ كنت ليه بقى؟ يعني انا مش عارف السؤال ده اقوله من اخره.
يعني السؤال ده هنسى حاجه فيه ولا هات حاجه زياده فيه؟ مهم قوي انك تبقى متذكر الشك فيه. عشان ده كان واحد بقى ايه؟ واحد من دول طبعا عمل سيره هو زي ندى الدكتور يعني قال له هو ده الدكتور اللي في الجدول انا بس بس خلاص شوف انا عرفت ان كاتب البيتا بلوكر يعني البيتا 2 اجونست اما حوله لايه لبلوك لانتاجونست. فكر اول موضوع ده اول حاجه بقولها النهارده والله العظيم منبه على نفسي منبه على اسلام برضه نفس الكلام. خلي بالك اول الاجونست والانتاجونست اقرا السؤال لاخره بيتا 2 اجونست ولا انتاجونست ده دي حته ودي حته ثانيه. اوعى تفتكر انت لما تكون البلوكر هيدي درجه صفر ما طبيعي يعني. وانت داخل الامتحان مذاكر على مزاجك وعايز ترصه وبعدين تقول اصل انا كتبت ده لا ما انا ممكن على فكره اخش الامتحان مذاكر ثلاث اسئله واقوم حاططهم في الورقه وتاكدك من الكتاب او من يعني حاططهم زيرو برضه. انت حاطط الامتحان على مزاجك وجاوبت على مزاجك صح ولا لا؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. بيتا 2 اجونست بص الامتحان هو طالب الفا 1 اجونست ولا الفا 1 انتاجونست؟ طالب بيتا 2 اجونست ولا بيتا 2 انتاجونست خالص. فبص اوعى على كلمه اقرا السؤال لاخره اقرا السؤال تمام. دي اسئله صعبه. تراتوجينيستي دي في صفحه السايد افكت او الادفيرس دراج ريكشن. انا حددت كمان ادفيرس الصفحه اللي قبل الاخيره في شابتر الجنرال. شوفها بيج كام بقى يعني شابتر الجنرال صفحه سبعه حاجه اسمها ادفيرس دراج ريكشن اللي هي متقسمه تايب ايه سي بي تايب دي دي طيب ايه؟ طيب دي هي دي هي فيها كارسينوجينستي وضربت في الاكتساب. هنبتدي النهارده باسئله الريتم. احنا عندنا الامتحان بتاعنا هيكون كالاتي. شورت اي سي 20 درجه بس. شورت اي سي هيبقى 20 درجه. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ في 2 ونص و5 ديفينيشن طبعا بقى عليها 2 ونص. ال 20 درجه دول شورت اي سي. احنا دايما بيبقى عباره عن الدرج حوالي اربع اسئله يعني اربعه في كام؟ اربعه في كام تمام؟ الجديد الترم ده انه حاطط كومبليت عليه 10 درجات. ما تخافش في صفحه عادي قصه زياده فيها ان شاء الله ما يخرجش عنك ان شاء الله ما يخرجش عنك المهم لا في عندك على فكره الكومبليت هتشوف دلوقتي عامل ازاي. انا بدل ما بقول لك ديفاين فارماكوكاينيتيك بقول لك فارماكوكاينيتيك از ديفاين اس يعني عادي جدا. هو برضه مش كلمه انت بتحط تعريف مثلا فاكتورز افكتنج ذا بايو ابيليتي انكلود وحاطط لك ايتم 1 2 3 دي حضرتك وعايز كام واحد يعني ده فرق الريتم الكومبليت مش كده. هو اكنه سؤال اكنه سؤال ايه الريتم اكنه شورت اس يعني بس عليه كام درجة؟ 10. وعادة ده هيكون مثلا يعني كل سبيس بدرجة. كل سبيس بدرجة، فهو ممكن يجيب لك خمس جمل. الخمس جمل دول بدرجتين. كل واحد فين؟ بدرجتين. خمس جمل، كل جملة فيها اثنين سبيس، كل سبيس بدرجة، قال 10 درجة. يبقى أنا بعد كده الـ MCQ هيكونوا 30. الـ MCQ هيبقى فيه فيهم ده بتاع ميد تيرم 25 اللي هو المالتيبل تشويس اللي هو 1 انسر يعني وفي خمسه هيبقوا كروس ماتش خمس جمل هيبقوا جايين ايه؟ كروس ماتش. الام اس كيو معاكم في الورق يعني لما نيجي نبص على الورق اللي انتوا خدتوه دلوقتي في الورق بتاع الفيجن اول صفحه وثاني صفحه جيف ريزون دول فيهم حاجه اسمها جيف ريزون. الجيف ريزون مهم جدا تقراه مش سؤال بيجي كده بس الاسئله دي بتيجي في وسط الام سي كيو يعني انت لازم تعرف الدواء ده ليه يعمل كده؟ ليه البيتا بلوكر بيعالج الهايبر تنشن؟ ليه البيتا بلوكر بيعالج الانزايمر؟ مفهوم؟ لازم تبقى عارف الحاجات دي اللي شرحناها. الجيف ريزون ده كل جمله تعرفها كويس قوي كل باراجراف ليه؟ هيساعدك في حل اسئله الاسكيو لو في سؤال الاسكيو دي هيساعدك في
ساعدك في سؤال مثلا بتاع البيت. سؤال في البيت ممكن يجي يقول لك مثلا في تبقى دي يوتو لانها بتعمل ايه؟ ده كانه سؤال ايه؟ دي فيجن هتلاقيه متجاوب هنا. عشان انت تجيب فيجن بتعمل لك ريفرشمنت لمعلومات النظر بتاعتك على فكره. يعني الصفحتين دول فيهم الشطرين كل سطر عليه فيجن مكتوب فيهم. مفهوم ولا لا؟ ده يعمل لك ريفرشمنت، ده تقراه، عايز تخليه في اخر اقراه في الاخر، مش مشكله، بس لازم تقرا. تمام؟ بعد كده عندنا الام اس كيو طبعا الاجابه بتاعت السؤال هي اللي معليها هولد. اجابه الاسئله دي هي اللي هولد، يعني مثلا اول سؤال اجابته بي. تاني سؤال اجابته دي عشان ما تضربش على الجلال. ايوه هنتكلم مع بعض رقم 10 في شريط ارينج، يعني عايزين نعمل ارينجمنت. بص على سؤال 10 في الام اس كيو ارينج ذا فولوينج اكوردنج تو هاي فاين افيلابيلتي. يعني مين الهاير ومين الاقل؟ ها اول واحد مين؟ اي في. اول واحد بي. اي بي. يبقى اول واحد بي. انا على فكره الاجابه مكتوبه جنب مكتوبه واحد. انا كاتبها والله. اي بي وبعدين السبلينج وان وبعدين الريكتر وبعدين الاورال. طب هو لو قال لك اكوردنج تو هاي فيرست باس بتابلو العكس هتعمل العكس. يعني لو قال لك الحاجه اللي ليها هاي فيرست باس بتعمل العكس طبعا الاورال الاول وبعدين الريكتر وبعدين السبلينج وان وبعدين مين؟ الانترا فينا. يبقى هنا لو طلب هاي فيرست باس بتابلو يبقى نعم لو قال لك بدل كلمه بايو ابيليتي يبقى اكوردنج تو هاي فيرست باس ميتابوليزم. هاي فيرست باس ميتابوليزم كملوا كده في الورق ام سي كيو. تمام صفحه 7 السؤال اللي قبل اللي هو 72 ده كلوز باتش محدود. ها وفين ده؟ شايفه؟ صفحه 7 رقم 72 مفيش غير 5 رقم. تعمل انت ادي الفيج نمبر مجموعه من النمبر بس انا مش معايا 1 2 3 4 5 6 7 رقم 7 السؤال اللي قبل الاخير ده كروس ماتش محدود دي الاجابه بتاعته كل واحد قدامه الصفحه اللي فيها معايا؟ صفحه 8 بعد كده الصفحه اللي بعدها في برضه كروس ماتش بيكون اجابته فين؟ ورا هتلاقي يعني اخر صفحه 13 مش هتعرف بس الاجابات في صفحه 13 برضه نعمل الاول بيج نمبر لو مش معمول ونخش معاه الارقام صفحه 13 بس هنصلح الارقام بتاعت البيج مكتوبه غلط يعني السؤال الاولاني اللي هو المستطيل الاولاني ده بيج 8 اكتب بيج نوت 8 لان ده اجابه السؤال ان البيج 8 اللي هو بتاع كروس ماتش التليفون معايا؟ تاني يا دكتور الاول عملت اديت لي البيج نمبر ما عملتش كده كلكم ادوا البيجز اللي معاكم نمبر لو سمحتوا بالثواني 1 2 3 4 كده اول حاجه تعملها وانا هقول لك بيجي ثمانيه تعرف فين هي بيجي يلا مش عايز ورقه مش رقم رقم قد ايه كام صفحه معاك؟ خمس طرق صح هذه الصفحه عليها كومبليت صح؟ هنروح بقى البيت كام؟ بيت 13 اللي هي فيها الحلول بتاعت الكروس ماتش هنعدل في ارقام الصفحه مكتوب فوق اول مستطيل مكتوب بيت مكتوب بيت كام؟ 8 لا خليها 8 دي اجابه السؤال اللي في صفحه 8 اللي هي اول مستطيل بعد كده بيت اللي بعد كده اللي فيها ثلاث اسئله فيها كوتشن 1 و 2 و 3 في ثلاث مستطيلات دي بيج تبقى تاني بيج 10 يعني الاجابات دي بتاعت الاسئله ان البيج كام؟ تاني هتلاقي ثلاث اسئله كروس ماتشنج في بيج تاني ثلاث اسئله كده هم دول اجاباتهم اللي بعد كده 13 11 البيج اللي بعد كده
بدل ما 14 لا 11 وفيها سؤالين جروس ماتش. اللي بعد كده بدل ما البيج اعتقد 15 لا بيج 12. بيج كام؟ 12 اللي فيها سؤال واحد. ونفس الصفحه دي اللي هي بيج 12 فيها سؤال تو فولز اجابته موجوده برده في اخر التفاصيل يعني. التعديل ده طبعا حصل ليه؟ لان في اسئله كولينيجي كانت شدها معايا ولا لا؟ عشان كده كان تغيير الصفحه ده حصل. في كل اسئله كولينيجي اتشالت. لان اول سنه في التاريخ اتشال منها الكولينيجي سيستم. عشان كده شيلها التعديله الفاينل. ربنا يسلمك. فدي فرصه برضه على فكره الكاتش مارك في الامتحان ده. فرصه ان انت عندك تغيير تعليمي. هنرجع لبيج 8. اللي هو فيها سؤال كروس ماتش من فوق وفيها جمل كده. ايه الجمل دي بقى؟ انا اللي مكلف عمل الاعلان يعني انا اتقال لي اعمل اعلان السنه هم تعرف يعني للناس اللي هو مكتفي اصلا اتقال في المحاضره واتقال في العمل. يبقى احنا عندنا بص بقى بيجي 8 في اسئله في كده جمل مكتوبه تحت السؤال الاولاني بتاع الكروس ماتش. الجمل دي هتذاكرها وتحفظها. الجمل دي هتحل لك كروس ماتش وهتحل لك ام سي كيو. الجمل دي عباره عن انا واخد السؤال اجابته. عارف؟ يعني جمله كده تنظيميه هتحفظها هتخش ازاي في الامتحان. يعني مثلا هقول لك على اول فيسيولوجيكال انتاجونيزم از هتلاقي سؤال كده رقصه ام سي كيو فيسيولوجيكال انتاجونيزم از وبعدين كاتب لك اختيارات الاجابه بتاعته هتختار دراج اكت اجينست اذر دراج اوي فروم ذا سيم ريسيبتور ولا مش الاسود هو الاسود هو التايتل او رقص السؤال والاجابه هتلاقيها مكتوبه عليه هم. يعني مثلا السؤال الثاني لا دي تالولا لا دي تالولا يا اما تلاقيه في سؤال كروس ماتشنج او تلاقيه في سؤال ايه؟ ام سي كيو لا دي تالولا في ناحيه هنختار له ايه؟ ده ايه؟ كومبايند الفا اند بيتا بوكر مفهوم قصدي؟ الجمل دي انا عايزك هتلاقي على فكره الاسئله دي هتلاقي منها اسئله هنا انا عايز الجمل دي تقصدها لاهميتها مفهوم ولا لا؟ تحس ان انت تبقى لازقه هنا انا عايز اقول لك ان في جمل في الامتحان بتيجي تحت بعضها في الترتيب يعني اسئله ام سي كيو ساعات بتتفك في الامتحان من هنا من الجمل دي تلاقي السؤال تحت السؤال الله هو ده فدي الصفحه اللي كان فيها الجمل تحت بعضها مفهوم ولا لا؟ فما تستهونش بيها دي تتذاكر زي الام سي كيو واهم منها مفهوم؟ يعني بتيجي في الكومبليت ولا بتيجي في الايه؟ مظبوطه جدا لان انت ما رضيتش ان انا ايه بقى العبك في ان انت تقعد تبص على اختيارات ثانيه مفهوم ولا لا؟ هتبقى عارف ان دي هي دي بتيجي كروس ماتشنج ولا انت ولا كروس ماتشنج وام سي كيو ممكن تتحط سؤال كروس ماتش او سؤال ميس سهله بتلاقي انك تحول السؤال ده الى بيتا لول في ناحيه واختيار في ناحيه ثانيه وممكن تيجي كومبليت الجديد بقى ممكن كمان تبقى ايه؟ تبقى اجابه لسؤال كومبليت يعني يجيب لك ايه؟ فراغ ويقول لك كومبايند الفا اند بيتا بلوكر يبقى مين هو ده؟ الى بيتا لول اسئله كروس ماتش اللي موجوده في صفحه 10 و12 اللي قلنا اجاباتها او كارب دي لول موجوده ورا وادي السؤال بتاع تو فولس اللي هو 12 طيب في اسئله في السيتي هقولها في الاخر برضه على الباور بوينت دي الاراضي المهمه يعني هقولها في الاخر خالص على الباور بوينت بعد ما نسمع كده شويه حاجات نبص عليها اللي مش معاك طبعا هقول على الباور بوينت مش معاك في حوالي كده مثلا هتلاقي حوالي حوالي 35 سؤال هنحطهم هنا وهنبص عليهم يعني نوع من انواع التموين نوع من انواع ان مش كل ورق يبقى مع الناس كده لازم حاجه ليه صح ولا لا؟ نحن نتفق نحتفظ نحن نتميز عن الاخر يعني لازم يكون موجود معاك لان انا عارف ان الورق ده في ناس شياطين بتطلعه في ناس شياطين بتطلعه اللي قبل كلمه الشيطان ده يطلعه طب احنا هننساها الامتحان نعم لا مش هتنسى انا هقول لك انت نفسك عشان انا هقول لك ازاي تبص عليه وازاي ما تبصش عليه ازاي السؤال هيبقى سؤال بلاتا بوت وتحس ان انت سمعته قبل كده عن تحس ان انت هتجاوب يعني لما تحطه تحس ان انت ايه اه قدرت تجاوب صح السؤال اللي انت تحس ان انت غلط فيه اللي انت غلط فيه هقول لك ايه الاجابه بتاعته مش هقول لك زي
مفهوم ولا لا. السؤال اللي هتلاقي نفسك انت ما حلتوش صح ولا دكتور محمد هيكتب السؤال، مش تكتب كل اختيار، هتكتب السؤال بايه؟ زي السؤال اللي احنا عملناها. نبص على اول اسئله الريتن المهمه، احنا هنحط كده كام سؤال عايزك تركز عليهم، مش معنى كده انت ما بتذاكرش كل الملازم. التامت الجنرال والتامت الادرينرجيك بتذاكر بالاسئله اللي في اخر كل شابتر، مش في اسئله في اخر كل شابتر، الاسئله مهمه جدا 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 ما تتفوتش. خلاص؟ الاسسمنت 30 وعاده ال 30 سؤال بتوع الاسسمنت بتاع الاسسمنت نجيبهم في صوره 15 سؤال بس، كل سؤال بضربتين تشويس ولا تشويس برضه يعني ام اس كيو هو وان انسر. بس ليه هو عامله 15 سؤال؟ عشان الوقت، هو ما يقدرش يديك نص ساعه تمتحن فيها الاسسمنت، مفهوم؟ فبيديك ربع ساعه، ربع ساعه دي فيها كام سؤال؟ 15 بكام؟ في 30 درجه. يعني انت بتاخد الورقه الاولانيه بتاعت الكويز تمتحن ربع ساعه ويقوم واخدها منك ويديك ورقه ايه؟ الميد ترم. ورقه الميد ترم فيها كل حاجه، فيها الاسئله الشغل وفيها الكومبليت وفيها الام اس كيو، تقعد معاها ساعه. الورقه دي مدتها قد ايه؟ ساعه اللي هي بتاعت الميد ترم. رجاء ابتدي بحل الام اس كيو، يعني اول ما تمسك الورقه ابتدي بحل اسئله الام اس كيو، اول ربع ساعه كده او اول 20 دقيقه تبقى خدت 30 درجه ضمنتهم، وبعد كده حل الكومبليت تمام الاسئله اللي مضمونه درجاتها. ليه هيبقى لك في الاخر ممكن نص ساعه؟ عيش مع الريتم بقى على حسب وقته، انما انت ما تجيش تقوم ايه شايف كام سؤال ريتم تقعد تعيش وتفتي فيه، ماشي؟ كل دول 20 درجه هيحلوا، بعد كده تلاقي نفسك فاضل على الامتحان تلت ساعه ومحتاج لسه وراك لسه 30 سؤال ام اس كيو ولسه 10 كومبليت، والعمليه في اللجنه بتتقسم لجنه الدبكه. مش المفروض ان الورق بيبقى ابيض؟ مش بتبقى واخد ورق فاضي ولا الورق بيبقى امتحان كده؟ في ورقه فاضيه فانت بتبتدي حتى الام سي كيو. حتى الام سي كيو بس بعد كده تعمل ايه؟ بص بقى بتعمل ايه؟ انت بتجاوب اسئله الام سي كيو في الورقه العاديه اللي هو اداها لك، ورقه الاسئله تمام؟ وبعد كده بتنقلهم، مش بتنقل بس واحد دي اثنين سي، بتكتبهم كده في ورقه الاجابه وتحط لي ورقه الاسئله جوه ورقه الاجابه وعليها اسمك. ليه؟ الحال نسيت تكتب ورقه. اذا ما لحقتش احنا نقدر نطلع الورقه معايا ولا لا؟ يعني ما تسيبش دي بيضه ولا ما تنقلش، يعني انت في الاول هتحلهم في ورقه وبعد كده تنقل في صفحه واحده كده 1 دي 2 سي 3 وهكذا، مفهوم ولا لا؟ في صفحه تحط الاثنين واسمك على الورقه برضو بتاعت ايه؟ بتاعت الام اس كيو. يبقى الاول هنبتدي بالام اس كيو، رجاء مراجعه ربنا يخليك، ابتدي بالام اس كيو، انت لسه فريش ولسه مصحصح ولسه مركز، مفهوم؟ الريتم ممكن ما تعرفش تحسب وقته، يعني انت ممكن انا ممكن اديك سؤال من دول ممكن واحد يقعد يجاوب في صح والتاني يجاوب في ربع صح والتاني على فكره ثلاثه صح، مفهوم ولا لا؟ بس واحد استفاض فخد درجتين زياده، واحد قصر فقل الدرجتين، يبقى انت هنا ما تسيبش نفسك بقى ايه الا العامل الوقت فقال. الوقت هو اللي هيحكم انا هجاوب الاسئله دي ازاي، انما ما تجيش في الاول تعيش في الريتم وكل ده في رايي انا 20 درجه من 60 صح ولا لا؟ انا اضمن الاول ال 40 تحت ايدي في نص ساعه لو شافهم مخلصه، وبعدين نص ساعه ثانيه اعمل تقييم اسئله الريتم، كل سؤال هياخد 10 دقايق ولا حاجه، مفهوم ولا لا؟ تمام؟ اسئله الريتم المهمه اللي عايزك تركز عليها. تبدا بالجنرال. كل سؤال بقى هنطلعه من الورق ونعرف ايه بالظبط عشان الناس اللي يعني هم اربع اسئله بخمس درجات؟ نعم. اربع اسئله ريتم بخمس درجات؟ نطلع الورق. الورق اول سؤال يتناسب مع الدراج اكشن. يقول لك ايه؟ ديسكاس ميكانيزم اوف دراج اكشن. ايه ده؟ ايه السؤال ده؟ ده اول سؤال على فكره عندك في المجزره بتاعت الجنرال في اخرها، اول سؤال مكتوب كده انه ايه ميكانيزم اوف دراج اكشن او ديسكاس ميكانيزم اوف دراج اكشن. ده ايه ده؟ تجيبه منين ده؟ حد فاكر؟ حد لسه ضايعين ماشي. اي ورقه دكتور؟ اي ورقه ماشي معاك شابتر الجنرال؟ معاك اخر ورقه فيها اسئله، مش بتديكوا اخر ورقه فيها شورت اي سي؟ اول سؤال فيها ايه؟ كل اللي طلع الورقه دي نيومريك كاريزما استنى بس يا دكتور بس لسه ما طلعتهاش اللي ما طلعهاش يكتب السؤال في اي ورقه معاك دي فين؟ وبعد كده ارجع هتلاقي السؤال ده موجود بره.
دور على ايه ولا دور على سؤال؟ الناس دور على ايه ولا دور على سؤال؟ عايزين حد طويل يجي لنا يطلع لنا الحلقه. في الديناميكس الميكانيزم اوف دراج اكشن ريسبتور ميديتد ونون ريسبتور ميديتد. ريسبتور ميديتد يبقى لازم تدي بقى تعريف الريسبتور. يعني ايه ريسبتور؟ هتفتح الصفحه دي معايا دي الورقه كله معاك ولا لا؟ استنى والنبي يا دكتور خلاص تذكر اللي جايب ورقه تذكر لان انا قلت كله جيب ورقه ميكانيزم اوف دراج اكشن. عارف البايندنج مهمه يعني تعرف الريسبتور يعني ايه وتعرف الليجند يعني ايه. لا مش طيب كده. انا السؤال ده عايز بس احط ايده على الريسبتور والليجند تمام وبعدين نقلب بالصفحة عشان نكمل السؤال. لسه السؤال ما فيش فين النون ريسبتور اتكلم عليه شويه بقى. النون ريسبتور لما نقلب الصفحه هتلاقي النون ريسبتور فيها اكزامبل فيها كيميكال وفيها فيزيكال وفيها النون ريسبتور بروتين صح كده ولا لا تمام. تقول له اكزامبل على كل نوع مفهوم ولا لا. يعني النون ريسبتور بروتين مثلا تقول له الديجيتاليز بيشتغل على الصوديوم والبوتاسيوم بعد كده. بس انا رايي برضو لو تقدر تكتب 2-3 اكزامبل اكتبهم في النون ريسبتور ميكانيزم. الكيميكال عندك اكزامبل واحد بتاع ايه؟ الانتاسيمنت اللي هي دوت الحموضه اللي بتعمل نيوتراليزيشن ال اتش سي ال. ادي ميكانيزم. في عندنا فيزيكال زي الملين اللوبين اللي بتشتغل على حالات الكونستيجيشن مفهوم ولا لا؟ يبقى انت هنا كلمتين عن النون ريسبتور وكلمتين عن مين؟ اقول له كل اكزامبل صح؟ تايب اوف ليجان؟ طالما ما قالش ان هو عايز التايبس وكده لا يعني هي موجوده ضمن تعريف وتعريف الريسبتور والبايندنج والسيجنال بس معاهم؟ اه وطبعا الاولاني بايندنج والسيجنال لحد كلمه ليجن لحد الورق لحد كلمه ايه؟ تعريف الليجن. وبعدين تقلب الصمت بس الدكتور في مقارنه هنا كلمتي فيلا وزلوه فيلا وزلوه مالي انا جبت سي انا قلت لك لحد كلمه ليجن وانا هشرح له مكانه. الراجل عايز يجيب لك ايه نيوريت او ديسكاس انت قلت له ريسبتور ونون ريسبتور نقعد بقى نتكلم نجيب له كل صفحه ريسبتور معقول؟ لا طبعا مش معقول. اذا طلب المقارنه لازم يقول لك كوبيه في كوبيه في كوبيه في حاجه ثانيه خالص. انت كده بعيد يعني انت كده رحت سؤال ثاني خالص. واضح الكلام ولا لا؟ ثاني السؤال بتاع الميكانيزم اوف دراج اكشن ريسبتور ونون ريسبتور ونعرف ريسبتور ونعرف مين؟ وقفل الصفحه دي وقف وروح للصفحه اللي بعديها اكتبها اللي هي النون ريسبتور ميكانيزم تمام؟ اذا اضاف حاجه على السؤال ده بقى ممكن يبقى سؤال حته جديده بقى اول مره تيجي ريتم اول مره حته كنا بنقول عليها دايما الانستيتو بس ممكن تيجي ريتم الكتاب ايه هي بقى؟ ودي من ضمن السؤال ده يعني ممكن تكون جزء ثاني في السؤال ده. النيوميريت سيجنال اكتب السؤال ده لو سمحت بعد النيوميريت سيجنال ترانسدكشن سيستم النيوميريت سيجنال ترانسدكشن سيستم في عندكم حته كده بتاعت
اخر الصفحه صح ولا لا؟ احنا قايلين عليه ام اس كيو دي ممكن تيجي لنا الترم ده. بما ان الترم ده اول مره مش انا حاطه كامل منه مفهوم ولا لا؟ السيجنال ترانسفاكشن بتاع عمله بس وعايز ان يوريه اكزامبل ليها اسم تاني كده. السؤال ده ليه اسم تاني بيسموه ايه؟ سيلولار سيجنالز. يبقى ده مسمى تاني. يبقى في الامتحان كلمه سيجنال ترانسفاكشن سيستم او سيلولار سيجنال اللي مقصود بيها كام اكزامبل اللي تحت. مين بيشتغل على الجي بروتين؟ مين بيشتغل على 50 مين اللي بيشتغل على مفهوم ولا لا؟ الاكزامبل بتاعه. طيب وزيت بايديز بيشتغل على ايه؟ عارفين مكانها؟ يبقى لو جه قال لك انه مريض سيجنال ترانسكربشن سيستم او سيلولار سيجنال بتضيفها للسؤال بتاع الميكانيزم اوف دراج ايه؟ تمام؟ طيب نخلينا في الجنرال برضه نخلص الاول اسئله الجنرال تمام؟ يعني ممكن يجي من ضمن اللي هيطلب لو طلب قال لك انه مريض ميكانيزم اوف دراج اكشن اند جيف اكونت اون سيجنال ترانسكربشن سيستم او يجي سؤال واحد كده عليه مثلا 2.5 ولا 3 اللي هو انظام كل واحد انظام واحد بس مين اللي مقصود بالجي بي تي مين اللي مقصود بالايون تشانل. طيب طبعا في سؤال مهم جدا بقى اللي جاي ده كومبير اند كونتراست بتوين كومبير اند كونتراست بتوين فيرست اوردر اند زيرو اوردر كاينيتيك. في عندكم جدول مهم قوي جدول ده الفيرست اوردر والزيرو اوردر. في كيرف كان مرسوم صح ولا لا؟ كيرف هنا كيرفين كيرف هنا الكيرف بتاع الفيرست اوردر اللي هو كام؟ الفيرست اوردر على طول بتجيب الكيرف ده صح كده ولا لا؟ هو كان تو كونسنتريشن ده الطيب ده الفيرست اوردر بس تفتكر الكيرف الثاني كان لينير ده بتاع الزيرو الزيرو اوردر تمام؟ كل اللي فيه بس كده صح الديفينيشن الهاف لايف ثابته فين؟ طبعا ثابته في الفيرست اوردر صح كده ولا لا؟ وبعدين الكيرف ده اكسبونيشن وده كيرف السي اس اس بيترم السي اس اس بتوصل بعد 4 ل 5 الكيرف بتاع السي اس اس نعم الكيرف بتاع السي اس اس تمام لما تيجي تقول له بيوصل بعد 4 5 لازم تبين لي ارسم له الكيرف زي ما بتاع السي اس اس اللي هو كان عامل كده لو انتم فاكرين اللي هو كان سو بيس كده صح؟ آه. الكيرف ده البيانات اللي هو بيوصل للسي اس اس بعد 4 او 5 السؤال ده يا جماعه الكومباريزون اي رسم الكيرف مهم فيكس اوردر والزيرو اوردر. طيب هل في طريقه ثانيه السؤال ده يجي ليها نفس السؤال نفس السؤال بس يجي في حاجه ثانيه يقول لك ايه؟ مثلا elimination parameter elimination parameter types and characters تاني elimination parameter ده هو حتى الجدول فيه عنوان كل elimination parameter اللي هو elimination parameter types and character of each one. طبعا هنا هنضيف حاجه خلي بالك يعني هنا انت هتكتب الجدول هو نفس الجدول فيه زيرو ما تنساش اللي تحت في تايب تاني اسمه ايه؟ saturation كاينيتيك. يبقى لما يجي يقول لك بقى اليمينيشن بارامترز او كاينيتيك اوردرز يبقى عايز الثلاثه يبقى تكتب له الجدول وما تحته اللي هو الساتوريشن كاينيتيك. تقول له الاكزامبل بتاع الادويه اللي هي ساتوريشن كاينيتيك يعني ساليسيليت وسايوفيلين ساليسيليت وسايوفيلين وفينايفاين هم دول اللي في السمول دوز فيرست لكن في اللارج دوز بتتحول الى زيرو اوردر. زودنا واحد زودنا انا زودت صح جينا في حصه كده قلت لكم زودوا عليه السايوفيلين نايتون في نايتون الادويه اللي ليها ساتوريشن كارديت ساليسيلين وفي نايتون وسايوفيلين بايو افيابيلتي سؤال في الكون وسؤال سهل اول صفحه في الورقه طبعا يعني التعريف موجود ثاني صفحه البايو افيابيلتي وبعدين الفاكتورز افكتنج ده سؤال مهم جدا بايو افيابيلتي ديفينيشن وفاكتورز افكتنج عارفينه؟ ايه الفاكتورز اللي افكت البايو افيابيلتي؟
ابزوربشن عليه والفيس باس ميتابوليزم بتتكلم عليه. طبعا البايوافيلابيلتي ديفينيشن بتاع اكتراكشن ذات سكسيكولوجي سيستميك سيستميك. ثانيه بس ثانيه اوصل معايا تعريف البايوافيلابيلتي اكتراكشن اوف ذا دراج ذات سكسيكولوجي سيستميك سيركيليشن. طيب ايه الحاجات اللي بتاثر عليها فاكتورز افكتنج ابزوربشن كده يعني الميدوليت والجي اي تي دوت والافكت اوف ذا فود اوف ذا دراج سيستريشن. وبعد كده نروح للفيرست باس ميتابوليزم. السؤال ده بتاع البايو ابيليتي مش عايزك تقول بس فاكتورز افكتنج فيرست باس ده انت لسه كنت عارف برضه يعني قبل ما تكتب الفاكتورز اللي افكتنج الفيرست باس ميتابوليزم انت عارف اللي هي بارت اوف ذا دراج مين دي ميتابولايز بيفور ريتشنج سيستميك ايه سيركيليشن. وطوله بتحصل فين فيس باس ميتابوليزم اكتر مكان بتحصل فيه هو مين الدراج يا مين اللانجا كل واحد دول اكزامبل بتاع مكان. وطول الحاجات اللي بتاثر على فيس باس ميتابوليزم اللي هي كانت روت اوف دراج ادمنستريشن اي كان اكوينت فيس باس نيتشر برود بارنترال او سابلينجوال او ريكتال. تمام نعم طبعا سؤال البايو افيلابيليتي سؤال البايو افيلابيليتي هو سؤال عن الفيرست باس ميتابوليزم بطريقه غير مباشره يعني انت هتضيف الابزوربشن اكنه هو سؤال الفيرست باس ميتابوليزم السؤال بس الابزوربشن السؤال نص السؤال بايو افيلابيليتي ديفينيشن اند فاكتورز افكتنج ات. وهنا يعني ساعات مره دي قال لك ايه بايو افيلابيلتي خلاص ديفينيشن اند فاكتور ده الجمله يجي يقول لك بقى ايه ديفينيشن كالكيوليشن ضف كلمه هنا كالكيوليشن اند فاكتورز افكتنج ات. انا رايي كلمه كالكيوليشن جت او ما جاتش لازم هتكتب والبايو افيلابيلتي بتساوي ايه اي يو سي AUC or of or root root يعني over على AUC تاعتين طول اي في طبعا 100% بترسم له عشان تبقى توضح له المنظر بتاع الجرم ده الاي دي وده مين انا هرسم له كده كده طلب او مطلب طلب او مطلبش ارسم له الكرم طبعا طلب او مطلبش بنبقى سعداء جدا لما الاقي واحد فاهم مش حافظ طب يعني ايه انت عارف لو ما حلش السؤال ده كله في بعد كده بقى يقول لك الواد ده جدع الواد ده فاهم مش حافظ مش صامت يبقى انت رسمك للكيرف ده مهم كده هياخد منك انت مش ترسمه بالقلم والمسطره يعني انت عامله كده انت عامله كده وتوضح له دي اي بي بس يعني جاست بس يعني انت بتعمل رسمه عشان بيقولوا ايه الكروكي للموضوع مفهوم؟ يعني انا رسمت حاجتين طبعا طلب الكالكيوليشن ما طلبهاش تكتب لان تعريف الفايبر ستابيلتي يضاف انت تعرفها ازاي؟ اي يو سي روت على الاي يو سي سؤال مهم نعم ممكن يجيبوا عليه 10 ممكن بدل ما يجيب 4 يبقى 1 سؤالين بعدين السؤال بعد كده هو سؤال برضه من داخل السؤال ده جيب لك بس الفيرست باس ده سهله دي يعني طلب الفيرست باس ده في ترم جه فيه ما قالش فيرست باس ده قال لك ايه؟ فاكرين السؤال ده؟ بري سيستميك متابعه اوعى البري سيستميك ميتابوليزم هو الفيرست باس نفس المعنى كلمه بري سيستميك ميتابوليزم هو كلمه ايه فيرست باس ما تروحش بعيد بقى البري سيستميك مع معناها الميتابوليزم بيحصل الدواء قبل ما يوصل للبلد يبقى هو الفيرست باس ميتابوليزم البري سيستميك او الفيرست او اسمها فيرست باس افكت مش واحده الفيرست باس افكت تغلط يعني لو قلنا الفيرست باس افكت هي الفيرست باس ميتابوليزم هي البري سيستميك ايه ميتابوليزم ثلاث تعريفات واحد وده سؤال من داخل البايو افيلابيليتي يعني ده مش سؤال جديد مفهوم؟ اسمها فيرست باس ميتابوليزم اسمها فيرست باس افكت اسمها بري سيستميك ميتابوليزم جود انت ليه لوحده ده ممكن يجي سؤال لوحده نيجي بعد كده انا طبعا برتبهم على حسب الاهميه ها في دي VD اللي هو الفوليوم اوف ديستريبيوشن كل حاجه عندي يعني ايه اول حاجه في الديفينيشن
بتاعته. واحنا قلنا الديفينيشن هو الكالكيوليشن، يعني لما تكتب في دي كالكيوليشن تكتب المعادله. الفي دي كالكيوليشن بتاعها ازاي؟ موند اوف ذا دراج على كونسنتريشن. كونسنتريشن ده تعريف الفي دي، هو ده تعريف هو كالكيوليشن. ما تتعبش نفسك يعني، جالك الديفينيشن جالك الكالكيوليشن اكتب له المعادله مفهوم. يبقى الفوليوم اوف ديستريبيوشن تعريفه هو المعادله. دكتور فيش دخلت يا انت اسلوبك لحد ما اللي هو الفوليوم اوف لا خليه الام سي كيو ده، خليه ده لو جه سؤال الام سي كيو عايز هتلاقيه ده من ضمن التعريفات اللي مكتوبه في الام سي كيو. لكن في الامتحان اذا جه قال لك ديفينيشن او كالكيوليشن هتكتب له ايه؟ بس المعادله. بعد كده طبعا فاكتورز افكتنج الفي دي والكلينيكال سيجنيفيكانس والفي دي، السؤال ده بيجي كامل الكالكيوليشن بتاعته والسيجنيفيكانس بتاعته. يعني فاكرين السيجنيفيكانس بقى بحسب منه اللودنج دوز، هل الدواء دياليسيس ولا لا، طيب انتوا دياليسيس ولا لا، الاستيبل تيشو ابتيك اوف ذا دراج، ده السيجنيفيكانس. الفاكتورز افكتنج بايو الفي دي كان البلازما بروتين بايو فيليسيتي واللايبو فينيستي والبلاد فلو، صح كده ولا لا؟ الكلام اللي احنا قلناه في الفاكتورز ده برضه يتذاكر. يبقى انت السؤال بتاع الفي دي سؤال متكامل ومهم. نروح ل ليجاند اللي هو السؤال اللي بيجيب اسنان. ليجاند تاني ليجاند بتاع الفارماكو دايناميك اللي هو الصفحه بتاعت الميكانيزم اوف الاكشن. استنى بس يا دكتور، السؤال ده ما طلبش منك السيجنيفيكانت البلازما على الصفحه. السؤال ده اخره فاكتور ذا افيكتنج اذا عمره ما يعني اذا طلب سيجنيفيكانس وبلازما بروتين ده سؤال لوحده مفهوم ولا لا؟ ده سؤال لوحده اوعى تكتبه معايا. بيجي بس طبعا غير يعني ده من ضمن الاسئله اللي انا مش هقولها دلوقتي مفهوم، ولكن ده موجود في الورق معاك متذاكر مفهوم. يبقى السيجنيفيكانس وبلازما بروتين بايندنج ده سؤال ما يتجاوبش ما يتحطش هنا خالص، اخرك هنا فاكتورز افكتنج فيديو. تمام؟ قلنا بقى السؤال بتاع ليجاند لازم بروتينز مش حاجه زياده يعني. يعني دكتور الايه والايه دكتور انت فين يا دكتور؟ دكتور انت فين؟ انت فين؟ اسمع بس اسمع يا جماعه، انت فين؟ انا فين؟ السؤال اللي بعد كده انت خلصت الفيديو دلوقتي. السؤال اللي بعد كده ليجل ديفينيشن اند اتس تايبس وذ اكزامبل. السؤال ده اجابته فين؟ اول صفحه من الفارماكو دايناميك صح؟ الليجل اسمه ايه؟ تعريفه ايه؟ نعم يا دكتور نعم. نكتب المقارنه يا دكتور. مقارنه بين ايه وايه؟ بين كومبيت. لا المقارنه لازم يجي يقول لك كومبيت، دي مش داخله برضه السؤال. برافو عليك، انت بتسال ده ثاني مره يسال السؤال ده فشكله كده ايه؟ حاسس بس كلامك برضه، بس ايه لحد هنا برضه ما يجاوبش. يعني اذا طلب الليجل هتقول له الديفينيشن بتاعه وتقول له انواعه ادوس 12 ادوس هو انتاجه كل واحد والنظام بتاعه وشكرا خلاص كده. لا لا ادفيرس دراج رياكشن اخر صفحه في الجنرال ادفيرس دراج رياكشن التايبس بتاعها والاكزامبل. طبعا هو مش مفتري لما بيجي يطلب السؤال ده يقول لك تايبس اوف ادفيرس دراج رياكشن ويز 1 اكزامبل تايبس ويز اكزامبل. يعني هو عايز اكزامبل واحد على كل نوع. يعني مثلا انت كاتب مثلا السايد افكت انتي هيستامين دراي ماوس، توكسيك افكت باراسيتامول هيماتو كونسيستي. دخلنا بعد كده على تايب بي هزار الرجيك رياكشن بنسلم انا في الاكتشوفر او الكتشوفر. وبعد كده عندنا اللي هي اسمها ايديو سينجراتيك رياكشن او فرماك معايا ولا لا؟ فرماكو جينيتيك اللي هو بيظبط واحد جي 6 بي دي ديفيشنسي اللي هو بتاع الفافيزم بتاع السارفونا مايند اللي بيعمل هيموليسيس في الناس اللي عندها نقص جي 6 بي دي. بعد كده اللي هو التايب بعرفه صح؟ بعرفه يعني بكتب الجينيتك ديفكت ابي. طيب سي كونتينوس
برضه هنقول له الاسبرين مع الاسيتا مايلوكين يعمل نيفرايتس مع الاسيتا مايلوكين. طيب دي ديلي تراتوجينيست اللي احنا لسه قايلين مفهوم. وبعد كده طيب اي وزدرول في ادويه متحركه زي مورفين او بيتا بروكر او الكورتيزون مفهوم ولا لا؟ يعني مش هشرح له كل الكلام ده؟ وكان احنا قلنا انصاب بالواحد ثلاثه بالله العظيم وكانت ولادي قلت لا هقول انت ما ذاكرش دي انصاب بالثاني يقول لك ذاكرها غصب عنك عشان في اسئله ام اس كي يقول لك سؤال مثلا اول ذا فولن بيلونج تو تايب اي ادفيرس ايفكت اكسبتر كل دول تبع الاند اوف دوز مع عدد فانت بس تحفظ الاربعه اخر سؤال في الجنرال بايو ترانسفورميشن بايو اكتب كده بايو ترانسفورميشن ايه هو كده بايو ترانسفورميشن ده بيقول سايتس طلب السايتس سايت سايت بتاع حيوان and its types and its types ايه ده اسوء ميتابوليزم كتبنا مكتوب في الورقه عندكم ميتابوليزم مش احنا عندنا تخرجوا جايين ابزوربشن ميتابوليزم الميتابوليزم هي طريقه مصر انا عندك مكتوب السايت صح ولا ومكتوب التايبس فيز 1 وفيز 2 فيز 1 اسمها نون سينسيتيك فيز 2 اسمها ايه طلعتوا الصفحه دي ولا لا طلعوا على الميرو مش اي حاجه بالظبط هو كده بص الميه زي ويت هي هي الميتابوليزم لازم تفرق بين دي وبين حاجه اسمها في سيستميك ميتابوليزم لسه قايلها دي من دي مش دي اسمها لازم يكون بري سيستميك اما دي تقول ميتابوليزم بس تمام نروح للادرينالين هو على حد يطلب فايبس بتكلم على سيستميك فايبس الزمان والسايت الفاكتور دي ذكرها للزمان أول سؤال متوقعينه في الأدرينرجيك هو آخر حاجة في البيتا بروكر البيتا بروكر إيه بقى أسأل في الأدرينرجيك؟ أدرينرجيك عشان تبقى سكتوش للسبعة آخر محاضرة وبدأ آخر حاجة وبدأ يعني احنا خدنا المحاضره الاخيره كنا ابتدينا ناخد الادفيرس افكت بتاع البيتا بروكر وبعدين خدنا الالفا تو قبل السؤال البيتا بروكر في صفحه كام اسمه بيتا خلي بالك في اسماء بيتا ادرينرجيك نيورون بروكر او اسمه بيتا انتاجونست بيتا ادرينرجيك انتاجونست اهي لقيت الصفحه بيتا بروكر يا جماعه مهم قوي الكلاسيفيكيشن بتاعتها طلعوها بس الاول بيتا 3 خمسة بيت فايف الأدرينرجيك في عندنا كلاسيفيكيشن وش الكلاسيفيكيشن ده والله لا تشوفوا من تحت في بعد كده الكلاسيفيكيشن بتاع كده بكره هيجي في الامتحان لا اما يجي لك الكومبليت لا اما يجي لك سؤال انت مفهوم ولا لا الكلاسيفيكيشن بتاع كده بكره في عندنا نوعين في فارماكو دايناميك فارماكو ايه؟ كاينيتيك فارماكو دايناميك في سيلكتيف بيتا 1 وفي نون سيلكتيف اللي هو بيت بيتا 1 بيتا 2 كومباين وفي بيت الالفا وبيتا اللي هو لا بيتا لوكال ولا بيتا كومباين يبقى وبعد كده عندنا اليوزز اليوزز بقى اللي موجوده في الصفحه اللي بعدها في انا عارف ان في حاجات كتير كده اذا جت في الامتحان انديكيشن وبيتا لوكال مش لازم تكتب التفصيل بتاع كل شيء يعني انت تكتب هايبر تنشن اثنين انجينا ثلاثة أريزميا أربعة بوكب مفهومة لا يعني طالما هو ما قالكش ليه وطالب الإنديكيشن يبقى تكتب له الإنديكيشن أز إيه؟ إنيوريشن كتر خيرك مفهومة لا عايز تحكي في الآخر الخمس دقايق عندك بقى وعايز تقول حاجة قول له والله هو في الأنزايما بيقلل الأكسجين ديماند وبيزود السبلاي لما نكتب نكتب جنبيه
قولي عايزه ايه؟ انا لسه قايل اهو الدواء بس اسم الدواء طبعا بيتكتب اسم الدواء. يعني مثلا انا بفضل في السايتوسكوزيس البروبرامولول بفضل في كروموسايتوما لابيتالول، يفضل في الانكزايتي وفي التريمورز بروبرامولول، لازم نحدد مفهوم ولا لا. لكن الحكاوي الكتير اللي جنب كل واحد دي ده ممكن يجي كومبليت، يعني ممكن يقول لك في الانجينا ليه بنستخدمه، تكتب بقى ليه بنزله، بيقلل الضغط، ليه بيقلل الانسولين، بيزود الصلاه، ليه بنستخدمه في الهايبر تنشن، انه بيقلل الرينال، بيقلل الكارديك اوت، بيعمل حاجه اسمها ريسيتنج مفطار ريسيت، فاكرين الكلام ده؟ يبقى الكلام ده مش شرط يتكتب في سؤال شرط الا لو طلب، مفهوم ولا لا؟ ما طلبش يبقى جاست انكريشن، لان هي طبعا عددها كبير، ده حوالي 13 انكريشن ولا حاجه، مفهوم ولا لا؟ عدد كبير في الانكريشن. الادفرس افكت برضه لازم يتذاكر، يبقى انت مطلوب انك الكلاسيفيكيشن ريتن واليوزز والادفرس. ال ان بي من ضمن الثيرابيوتيك يوزز كلاسيفيكيشن يوزز وبعدين الادفرس. الدكتور ال ان بي من ضمن اليوزز ال ان بي بتاعت ايه؟ الهارت فيلير بتاعت البندولول ولا اسيبيتالول؟ هل مش مكتوب سيستوليك هارت فيلير؟ مكتوب رقم ولا مكتوب ان بي؟ ان بي لا، رقم 13 مكتوب ستيبل سيستوليك هارت فيلير بس. ال ان بي دي مكتوب على تفسير الحته دي، مفهوم ولا لا؟ يبقى دي تفسير بتاعها اذا طلب التفسير، انما في الانديكيشن دي بس ستيبل سيستوليك هارت فيلير اخر انديكيشن. تمام؟ لا انت بكره بتيجي تذاكر وش انا طلبت قبل كده بره، جت في ثلاث امتحانات، جابها فاينل كمان، جابها ميد تيرم وفاينل وكويس في نفس الدفعه، نفس الدفعه لحد دلوقتي واحد ماشي في الكليه عمال بيسقط وبيتا بكره. والله العظيم مهمة جدا جدا جدا. احنا حتى لما جينا شرحناها قلنا هي ليه مهمة؟ قلت لك أكثر درجة بيستخدم في العالم. أنت متخيل يعني فريكونسي ريت عالي جدا كل الناس بتستخدمها. نبص على الحتة اللي تحت الكلاسيفيكيشن. مالها؟ اللي هي الفارماكولوجيكال أكشن؟ إم سي كيو. الفارماكولوجيكال أكشن أعطيتها تتذكر عشان إم سي كيو. سؤال برضه مهم جدا بقى. كلاسيفاي سيمباسو مايميتك. يلا اكتبوا كلاسيفاي سيمباسو مايميتكس. جدول. مش جدول بس. الفا 1 والفا 2. احنا ضايفين حاجات تاني. كلاسيفاي سيمباسو مايميتك اكوردنج تو تكمل السؤال اكوردنج تو ريسبتور افينيتي. اكوردنج تو ريسبتور افينيتي. وبدل كلمه افينيتي ممكن يكون اكوردنج تو ريسبتور سيلكتيفيتي. ايه السؤال ده اجابته ايه؟ هل اللي انا قلته ده ضرب جديد يعني؟ يعني ايه اكوردنج تو ريسبتور؟ ما هو ليه تقسيم واحد؟ السماس وما بيتك مالهاش ليه تقسيم واحد؟ هي إيه اكوردنج تو ريسبتور افينيتي او ريسبتور سيلكتيفيتي. ها؟ سيلكتيف. انا على فكره السؤال ده مجاوبه هنا. قلنا الاول سيلكتيف ونان سيلكتيف. السيلكتيف الاسماء اللي في الجدول اللي هو بيج 2 صح؟ اللي مكتوب فيه الفا 1 اجونست زي الايلاين افرين واللي مسلم صح؟ بيتا 1 دوبيو تامين معايا؟ اللي لسه حتى ما قراش انا عارف بس يتذكر يعني وانا بتكلم كده بس حاسس ان انت شفت الكلام ده قبل كده. بيتا 2 كان فيه ثلاثه اول ما دخلت قلت لهم اللي هو السالبيوتامول والامين وايزوكسوبرين. خلصنا السيلكتيف. في حاجة هنضيفها على السلم. ايه هي؟ الفا 2. الفا 2. الفا 2 ما قلناش. الرزق. الفا 1، بيتا 1، بيتا 2. نضيف الالفا 1، الالفا 2 بقى منين؟ الريزربين والالفا ميثايل دوب. لا دول ما يعتبروش بس مايميتك دول. بس الفا 2 اجونست. يعني الالفا 2 اجونست دول اللي هو اخر حاجة واخدينها اللي هو الكولونيدين. الفا ميثايل دوبا والريزربين دول ما يتحطوش مع السيباسو بينبههم الفا 2 بس السيباسو ايه؟ ليتك فاكرين لما قلت الكلام ده؟ لان الفا 2 هي اللي بتفرم السيباسات اللي هي اللي بتمنع الريليز وما نحط مين اللي بيشتغل على الفا 2؟ برافو عليك. في الصفحه اللي قبل الاخيره افتح الصفحه اللي قبل الاخيره اللي هي فيها تكمله الجدول بتاع الريزربين الفا ميثايل دوبا والكلوميدين. استنى بس دقيقة.
ماشي. في الثمانية كان في حاجة اسمها أبراكلوميدين وأوكسي ميتازولين، صح كده ولا لا؟ شفتوه؟ تاني راح أيوة أنا شايف ناس تتعلم عليهم اللي هما موجودين تحت الجدول بتاع الألفا ميثايل دوبا والكلوميدين والريسيبتين. في إيه دي كده مكتوبة؟ حاجة اسمها أبراكلوميدين، حتى اللي معهوش ورق ولا نسيب يكتبه. قلنا في بيتش ايه في الادرينال افرا كلوريدين والتاني اسمه ايه؟ اوكسيميتازولين. اوكسيميتازولين دول مين يا عم؟ دول بيسموهم توبيكال الفا 2 اجونز. لما قلنا يا جماعه دول لو اتحطوا في العين سمتهم المكنه يعني ده بيعالج ايه؟ الجلوكوما. الجلوكوما معروف بيعالج الجلوكوما. في ابره للعين اسمها ابره كلوريدين بتعالج الجلوكوما. ليه؟ لانها بتنبه الالفا طول في العين فبتعمل بازو كونستريكشن، والبازو كونستريكشن ده يقلل تصنيع ماده الايكوس. الاوكسيميدازولين بيستخدموه كنيزل دي كونجستيف. في ابره اسمها بروزولين في السوق هي الاوكسيميدازولين. لما بص على الترتيبه تلاقي مكتوب عليها اوكسيميدازولين، يبقى دي الفا 2 اجونست. بس شرط تتحط ايه؟ توبيكال، يعني لازم نقط ما تاخدش اقراص، الحاجات دي ما فيش منها اقراص. توبيكال او لوكال الفا 2 اجونست، يبقى ده يتضاف مع السيلكتيف سيلباسوماين. خلاص يبقى الفا 1 بيتا 1 بيتا 2 والالفا 2 دول اسمهم دول اللي ده توبيكال. يا خالص ده طالب كلاسيفيكيشن بس، مش تشرح الجدول تشرح مين ده الجدول ده ما يقدرش يطوله كله. هو يطلب منا واحد يوزن الادريسيبتور. انا بتكلم عن الكلاسيفيكيشن يا جماعه، الكلاسيفيكيشن الريسبتور واسم الدواء اللي بيشتغل عليه وشكرا. ده سيلكتيف. لسه هنكمل النون سيلكتيف بقى. كنا كاتبينه مع بعض النون سيلكتيف في دايركت في ايه؟ الدايركت. ها الدايركت التضخيم مكتوب عندك في ورق. الدايركت ايه؟ كان مين؟ ادرينالين كلهم نور ادرينالين الفا 1 وبيتا 1. ايوه ايوه طبعا ايوه. النوتري دي اسمه ادرينالين مين بتاع الفا 1 ومين بيتا 1. ايزوبرينالين بيتا 1 وبيتا 2. دوبامين دي بيتا 1 وبيتا 1 والفا. مفهومه؟ لا دول اسمهم دايركت نون سيلكتيف سيلباسو ماينين. في ايه دايركت؟ هما فين؟ امفيتامين و امفيتامين وافيدرين. دول بيزودوا الريس بتاع النقطه. انا هكتب الدايركت من الصفحه اللي احنا كتبناها. اه ولا اكتبه ايوه الدايركت من الصفحه اللي احنا كتبناها. دي مش هتشتغل على الريس ولا هتشتغل على الريس. الريس النقطه الريس الدوبامين عايزه كده. بس يا جماعه مهم كده. بس على فكره مش كلام كتير فيه. بس ده الدور ما بيقول لك كلاسيفاي. بيشتغل على انهي ريسبتور؟ هعيد السؤال تاني والله. بس هعيد السؤال تاني. هعيد السؤال تاني. سيبك انيوميريت او كلاسيفاي سيلباسوماميت اكوردنج تو ريسبتور سيلكتيفيتي. سيلكتيفيتي او ريسبتور افينيتي. قلنا الاول سيلكتيف سيلباسوماميتك. هناخد الثلاثه ايتم اللي في الجدول فوق كل ريسبتور بيبقى دول بيشتغل عليه. وبعد كده هنضيف الالفا 2 اجونست اللي هم دول. كده خلصنا السيلكتيف. النون سيلكتيف كنت عامل لكم انا رسمه كده دايركت وايه دايركت. الدايركت والبنفرين يشتغل عليهم كلهم. الموتي بنفرين يشتغل على الالفا 1 ومين ما بيتا 1. ايزوبرينالين بيتا 1 وبيتا 2. دوبامين كان يشتغل على الدي والبيتا والالفا، صح كده؟ وبعد كده الدايركت هم اثنين امفيتامين وايه؟ وافيدرين. وكده خلص السؤال. طبعا سيلكتيف بيتا 2 اجونست في الجدول بقى ممكن يجي سؤال سيلكتيف بيتا 2 اجونست اللي جه الاسنان يوزز وادفيرس افكت. اول ما دخلت قلته انت ممكن يجي لك ايه بقى؟ الفا 1 اجونست. تاني انت ممكن يجي لك الفا 1 اجونست. بصوا من الصعب تحسين الاسنان تتكرر، خلي بالك يعني دي من ضمن خبرتنا ان اسئله الاسنان ما يقدرش يجيبها تاني في السي 1 لانه عارف ليه بيحطوا الامتحانات دي يعني ده بيقابلكوا دايما. فدايما ايه بقى؟ جاب بيتا وبيتا 2 عشان كده انا قلت لك متوقع
بنسبه كبيره جدا اللي بتاخد مفهوم ولا لا؟ اللي بتاخدها دايما بتيجي ما جاتش هنا تيجي هنا. في الجدول ذاكر لي الالفا 1 كويس اللي هو اول واحد الفا 1 انيمس اللي هو اسمه فينايل افلين اسم الزمان وايه الاضرار. السؤال بس سؤال السؤال السؤال سيلكتيف بيتا تو اجنس او انت بقى ممكن سيلكتيف الفا 1 اجنس. السؤال هيجي لكم سيلكتيف الفا 1 اجنس ممبر ممبر يعني دول اسمائهم ايه يوزس ادفرس يبقى مين هما اللي هما فينايت افلين وميزوكسامين واليوزس بتاعته نزل ديكو جيستان دي اس في تي ده باروكسيزما سوبر تاكي كارديا بي اس في تي ده اي هوب ده صح بي اس في تي ده بس بس دي الاقتصاد الحاجات دي بي اس في تي ليه زي كونجستر وبص هايبو تيرو صح كده والاضرار بتاعته بقى الحكايه بتاع السيستميك هايبرتنشن والريدي كارديا ولو لوكا يعمل ريباوند كونجستر وابروفيك. هي الاسئله اللي زي الكلاسيفاي دي بيبقى جاي عليها 5 درجات ولا بيجي ب 10 5 بص يا محترم بقى وبعدين يعني حتى لو عليه 5 مش فاكر ولا ايه لا يعني لا بس الفكره انه يعني السؤال اربع اسئله يجيب فيهم كل انا اخلي الريتم في الاخر الريتم اخر حاجه تجاوب تخلص الام سي كيو بتاعك بس امورك قبل ورقتك الام سي كيو تعيش بعد كده فين الريتم ها وانت لما تقعد مع نفسك تدخل بجد يعني 20 سؤال ولا 20 درجه ولا 20 درجه اخش فين الاول اخش في ال40 والتايم هيبقى ان شاء الله كويس وهتشوف باذن الله في قصه انه هيبقى سعيد لا والله بصوا بقى في سؤال كومبير اند كونتراست اتوين احنا خدنا كومبير شويه اللي هو بتاع الفيست والسيمز انا بتكلم على الادرينرجي كومبير اند كونتراست بتوين دوبامين اند دوبيوتامين دوبامين ده سؤال جميل يا ريت تيجي كده دوبامين اند سؤال سهل دوبامين ودوبيوتامين مكتوب عندكم زي ما مكتوب في الجدول بس زي ما مش حاجه ناقصاه مكتوب زي ما هو كده الدوبامين ده نون سيلكتيف بيشتغل على الدي 1 والدي 1 مودريت بقى الاوفر مظبوط دوز الانتشار بتاعه واحد بس ركز على ان الدوبامين بتاعك بيرس في الرينال في الليرن في الرينال واضح انتوا عارفين واحد كده بتتكلموا ماشي هو الدوبامين في كمان كومبير عند الكونتراست تكوين بس ده ثالث سؤال كومبير في كومبير عند الكونتراست تكوين سؤال بقى غريب قوي برازو سين لا برازو سين اند كلونيدين الفا 1 سيلكتيف لا الفا 1 بروكر الفا 1 سيلكتيف ايه بروكر ومين الفا 2 اجن الفا 2 ايوه صح هو الفا 2 اجن هتقارن بينه وهتكتب كل حاجه تحت كل واحد يعني برازو سين ايه الميكانيزم بتاعته من الجدول فين البروتوسين فين الجدول بتاعه ايوه صح طبعا بس ايه المقارنه بين بلوكر واجنس؟ ايه
المقارنة ان الاثنين اجونست على الالفا ريسبتور سوري الاثنين يعتبروا سيمباثوليتيك. المقارنة ان الاثنين دول سيمباثوليتيك يعني ده بيغذي شغل الالفا 1 فبيعمل فازو دايلاتيشن ده بيقلل الريليز والنون اجريسيف وبرضه بيعمل فازو ايه دايلاتيشن يعني الاثنين اجينست سيمباثيك صح. الكلوريدين اجينست السيمباثيك ازاي الفا 2 اجونست لانه بيقلل الادرينرجيك ريليز الادرينالين ريليز وده اجينست السيمباثيك ازاي انه بيقفل الالفا ريسبتور اللي بتدي عنده الهايبر تنشن بس كل واحد طريقه صح كده ولا لا. ده بيستخدم برضه في هايبر تنشن وده بيستخدم في هايبر تنشن. ده بيقلل النون اجريسيف ريليز سنتر المغريفرال دوت بس ال البرازوسين ليه كلام كتير تحتيه يعني في المقارنه دي يا جماعه نكتب اللي تحت البرازوسين يعني انت هتكتب تحت كل واحد الميكانيزم واليوزس والادفيسيف عايز تعملهم كل واحد في صفحه اعمله مش عايز تحل جنبك يعني البرازوسين خلص الناحيه الثانيه الكلوريدين في الصفحه المصفحه باليوزس والميكانيزم نعم. يبقى سؤال البرازوسين والكلوريدين عاده بيجي مقارنه بينهم يا عم انتوا ايه يا عم انتوا ايه ايه سوء الخضار بس الطلب والفرنة يطلب حاجات معينة يطلب مثلا الميكانيزم والميكانيزم 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 في مقارنة فضلنا احنا خدنا ثلاثة من ثلاثة في المقارنة المقارنة بقى اللي سمعت كل شوية يسأل عليها فاضل مقارنة واحدة يعني خدنا مقارنة بين الفيرست وبين السيرم خد الفايدة خدنا مقارنة بين الدوبامين والدوبيوتامين خدنا مقارنة بين البرازوسين والكلوريدين فاضل مقارنة كومبتيتيف اللي انا فوتها بقى الكومبتيتيف والنون كومبتيتيف ايه؟ انت مش كده يبقى عندنا أربعة مقارنة عادة بتجيب واحدة يعني عادة بتجيب واحدة من دول يا ريت تجيب الدوبامين والدوبيوتامين سهل مفهوم ولا لا؟ المقارنة الأخيرة قلنا الكومبتيتيف والنون كومبتيتيف أنت بتستوفي في الأجندة وطبعا احنا عارفين المقارنة ها مين اللي بيعمل شيفت تو ذا رايت إذا دوز ريسبونسبل أو الكومبتيتيف التاني بيعمل شيفت شيفت مين اللي بيأثر على الإي ماكس النون كومبتيتيف النون كومبتيتيف فكرت بس ها والمثال بتاع النون كومبتيتيف الوحيد هو الفلوكس بنزامين أما الكومبتيتيف عندنا الكوريال وعندنا الأنثروبين اليوزر دكتور الوحيد اللي ممكن يجي لك في النون سيلكتيف سيباسو مارجيت لوحده الوحيد يعني ممكن يجي لك لوحده وسؤال سهل جدا برضه مش صعب يجي بنفرين اخر سؤال في السيباسيك لوحده كده هو مين اللي بنفرين ايه بقى ده كان نقص ايه يطلب منك مثلا اليوزس الكونترا انديكيشن يطلب منك الادفيرس افكت واليوزس يطلب منك حاجتين منهم يبقى الابنفرين هنسجل في ثلاث حاجات اليوزس والادفيرس افكت والكونترا انديكيشن كونترا انديكيشن مفهوم؟ لا في تدريب الابنفرين عاده بيبقى السؤال عليهم خمس او تاثير اللي هو تاثير دكتور نعم البروزوس اليوزس والادفيرس افكت والكونترا انديكيشن البروزوسين البرازوسين هكتب الاكشنز هكتب الاكشن ان هو بيعمل كذا 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 لا هو بيقدر لك هو عايز الميكانيزم دايما في الريتن يا شباب دايما في اسئله الريتن الثلاثه دول مهمين الميكانيزم واليوز والادفيرسيف دايما الاكشن عشان لو عارفين بيبقى عاده يخليه في ليمت يعني دايما الاكشن بتاع الدواء بنحطه مع وانا عاده برضه ما بنحطش الدواء كده بعده يقول لك مثلا اتكلم عن البرازوسين الكفات عادي بس كده
البيور انتاجونست. شفت الارض كويس. يبقى الانتاجونست يقول ايه بقى؟ دراجز هاز افيكسي. نو افيكسي. بط نو او زيرو افيكسي. المثال عليه برضه الفولادي او الاطفال. دوبامين. ها نكتب ايه؟ يعمل ايه في رينر بلاد فلو؟ انكريز. انكريز يبقى كلمه ايه دوبامين؟ انكريز. ثرو ستيميوليشن اوف دي الاسئله اصعب. يعني اسئله الكومبليت دي اللي يجي عايز كلمه دي تقدر اصعب. بيتا 1. بيتا 1. بيتا 1 دي دي ريسبت دي 1 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 سؤال 4 ادفرس افكت اوف بنفريك امبروفمنت عندك كذا ادفرس خمسه منهم بقى هايبر تنشن تريمورز اريثميا تاكيكارديا انكزايتي تريمورز اوكي يبقى ده هنا اكتر حاجه تتكتب هايبر تنشن اند اريثميا هايبر تنشن اند انجاينا مفهوم كل دي ادفرس افكت اكتب هايبر تنشن اند انجاينا بيتا ادرينو سيبت بلوكر ار يوزد ان اكسيرجنال او كلاسيك انجاينا فيكتورز قلنا فاكرين لما قلنا ان الانجينا نوعين نوع اسمه كلاسيك او اسمه تيبيكال او اسمه اكزيرجنال او اكسرسايز والنوع الثاني اسمه ايه؟ البرازو النوع الثاني اسمه ايه حد فاكره؟ اتيبيكال او اسمه ريست او ريست انجينا او برينزميتال انجينا برينزميتال او اسمه فازو سباستيك انجينا في اسم كمان اسمه فاريانت انجينا يا جماعه الكلام ده مهم انا شرحته فاريانت انجينا او اسمها اتيبيكال انا هنقارن اول وثاني النوع اللي يجي مع الايفورت اسمه اتيبيكال او كلاسيك اللي هو النوع ده النوع ده ليه اسم كمان رابع اسمه اسيروسكلوروتيك لان سببه هو التصلب الشرايين تمام النوع ده يتعالج بالبيتا بلوكر ولا لا يتعالج اللي هو اتيبيكال تايب ايه بقى ازاي البيتا بلوكر تعالج مكتوب بيكوز ديكريز الاكسجين كونسامشن تمام عندي انجليز اوكسجين سبلاي مش كفايه هو عايز يعرف بقى هو ازاي بيقلل الاكسجين كونسامشن هو بيقلل الاكسجين كونسامشن او بيقلل الدايستول هتجيبها منين سيستول في البيتا بلوكر في اليوزز رقم 2 مكتوب انجينا ومكتوب قدام كل الميكانيزم ديكريز هارت ريت
2. طب الثالث ايه؟ انكريز اكسجين سبلاي كوروناري فيلينج صح؟ لانه بيطول فتره الدايستول. في الانجينا في صفحه البيتا بوكر بتاع اليوزيس الناس الفايته تفتح البيتا بوكر صفحه اليوزيس لو سمحت رقم 2 في الانديكيشن مكتوب انجينا رقم 2 في الانديكيشن مكتوب ايه انجينا تمام السطر الرابع مكتوب الميكانيزم يساهم في علاج الانجينا ديكريز مايوكارديال اوكسجين ديماند ديو تو ديكريز هارت ريت ديكريز فورس اوف كونتراكشن وانكريز الاوكسجين سبلاي لانها بتزود حاجه اسمها دايستوليك كورونري بلاد بريشر لما قلنا ان البيتا بوكر بتقلل الهارت ريت صح؟ طب الكورونا اللي بيملى اثناء السيستول ولا الدايستول؟ الكورونا بيملى اثناء الدايستول اثناء ما بيرجع فالبيتا بوكر بتزود فتره الدايستول فبتزود الكورونا اللي بيرجع. تولرانس از ديفايند از ها ايه هو التولرانس؟ انا هكتب له اثنين من دول بس صح؟ ثلاثه هو طالب بس لازم تكتبه بيكوز اند خمسه جوابها ايش؟ ايه؟ بيكوز اند بيكوز اول نقطه عايز تكتبهم ديجريز ات ديجريز هارت ريت النقطه الثانيه ديجريز فورس اوف كونتراكشن اند انكريز كوروناري بلاد فيلينج ديورينج دايستول عايز تكتبهم ورايا اكتبهم ديجريز هارت ريت ديجريز فورس اوف كونتراكشن انكريز دايستوليك كوروناري بلاد فيلينج انكريز دايستوليك كوروناري بلاد فيلينج السؤال السادس التولرانس تعريفه ايه؟ ايه تعريف التولرانس؟ هنجيبه من ورا معناه decrease response to the drug after prolonged use so that higher doses are needed to produce the same response مكتوب عندكم في الورقه لو عايزين تطلعوا الصفحه حد يعرف يطلع لنا الصفحه بتاعت التولرانس فين؟ اخر صفحه في صفحه تعريف التولرانس تحت خالص في الصفحه دي تولرانس ان اكزامبل تولرانس امفيتامين لا بص بقى يعني عندي جاب سؤال في الامتحان في مجموعات جالها سؤال قال لك رتب الادويه اللي حسب اللي ليه هاي تولرانس عن الثاني خد لكم الامفيتامين والسالبيوتامول والدوبامين ترتبه ازاي؟ اول واحد ليه تولرانس عالي هو مين؟ امفيتامين ليه؟ لان بعد التولرانس الصفحه اللي بعديها في حاجه اسمها تاكيفلاكسيس مكتوبه ايه هي التاكيفلاكسيس؟ اكيوت او رابد تولرانس مش انا قلت كده؟ ايه هو التاكيفلاكسيس؟ ان انت تستخدم الدواء النهارده بعد اسبوع ما يجيش معاك نتيجه تقعد تزود الدوز بتاعته ما يجيبش نتيجه خالص هو ده الامفيتامين المنشطات يبقى الامفيتامين التولرانس بتاعه اسرع واجمد من السالبيوتامول عشان كده قالوا عليه تانكي فيلاكس او سموه اكيوت تولرانس او سيفير او رابيد تولرانس يليه السالبيوتامول ده التولرانس العادي اللي بيحصل بعد سنين لما قلنا العاب بيستخدم البكتيريا بتاعت البرونكا الازمه في اول سنه ممكن البكتيريا تقعد معاك شهرين ثاني سنه تلاقي البكتيريا ما بتقعدش معاك اسبوعين ثالث سنه اسبوع بتخلص مع كده المبتدا يستخدمها الفريكونسي اعلى طبعا المثال هنا يعني لو قال لك تولرانس بس يبقى المثال عليه سالبيوتامين قال تاكيفلاكسيس يبقى المثال عليه امفيتامين وافيدرين يبقى ان اكزامبل اوف دراج تولرانس هتقول له اكزامبل واحد هو مين؟ سالبيوتامين لانه طالب التولرانس ما طلبش الاكيوت او الرابيد يبقى الاكزامبل عليه سالبيوتامول اللي هو بين قوسين السالبيوتامول ده ايه؟ بيتا 2 بيتا 2 اجونست سالبيوتامول وبين قوسين نكتب بيتا 2 اجونست فينايل افرين استيميوليت يا حبيبي استيميوليت الفا 1 الفا 1 فينايل افرين استيميوليت الفا 1 ريسبتور خلاص بي اس باروكسيسمال بي اس بي تي وبوستيرال هاي بايو افيلابيلتي از ديفايند از لسه معقدين بايو افيلابيلتي فراكشن اوف ذا دراج اللي هو فراكشن اوف ذا دراج ذات ريتش سيستميك سيركيوليشن
خليكم معايا بس انتوا معايا معايا. السؤال التاسع البنفرنس ديفرنت الفا واحد بس كله. لا بس المين بص الاجابه بتاع السؤال ده اول ادرينرجيك ريسبتور البنفرين يا جماعه بيدخل الكل صح. يبقى البنفرين استيميليت اول ادرينرجيك ريسبتور ات از يوزد ان اول استخدامين بقى انا في لاك شوك كاردياك اريست ها ده كان استخداماته ويز لوكال اناسيزيا لوكال هيموستاتيك عشان النزيف دكتور استيميليت اول بقى ايه استيميليت اول ادرينرجي اول ادرينرجي السؤال العاشر فارماكولوجي يا سلام خلوا السؤال ده جاب كده السؤال ده جاب كده فارماكولوجي از ا ساينس ذا تستدي ذا دراج عارف ايه الفارماكولوجي ساينس الدواء بيعمل في الاسم جسمه والجسم بيعمل في الدواء هتفهم ده فارماكولوجي از ذا ستادي اوف دراج رياكشن ان ذا بودي ساينس زد عند كومبوزيشن اوف دراجز ثلاث كلمات ساينس زد ديلز ويز دراجز بس هو ده تعريف ساينس زد ديلز ويز دراجز بس حاجه ادي تعريف الاجنوس طبعا عكس الانتاج عنده افينيتي دكتور ده ممكن ايه اه والله شاطر ما تعرفش جو ليه اهو هتقعد تكتبه في الرقم ده وكاريد الكارد فيه الاكزامبل اوف الفا 1 ادرينرجيك ريسبتور 12 فينايل افرين لسه قايله فينايل افرين دي كده او كده الاليمينيشن هاف لايف ايه هي تعريفها ايه تايم ريكوايرد تو ديكريز كونسنتريشن اوف صدرات دي صح فاكرين الاليمينيشن هاف لايف لا لا مش حرف اساسي يعني اي اي لا هي مش حلو الكلام ده اهو هيك لكن في ناس بتستعبط يعني واحد ايه فاكر ان في دواء اسمه سلبي ولابول يوم جات الايه سالانسي عارف انت سويت ايه عليا ما اعرفش الحركات دي هو فاكر ان في حاجه اسمها فينايل اسيتيك خلاص بقى انت فكر انت يعني دلوقتي يعني ايه طيب الكوارد تو ديفيس كونسنتريشن اوف ذا دراج تو ايتس هاف موجود عندكم في بيج كام في بيج 4 4 في الدي دي او فوليوم اوف ديستريبيوشن از كالكيوليتد باي تشد خط وتقول له اماونت اوف ذا دراج ان ذا بادي على البلازما كونسنتريشن تمام معايا ادفيرس افكت اوف بروفرانولول بالراحه بس يا دكتور بالراحه بالراحه وديك مراعي طيب يبقى الفي دي او الفوليوم اوف ديستريبيوشن قلنا خط كده ونكتب له المعادله اماونت اوف ذا دراج ان ذا بادي على البلازما او دراج كونسنتريشن معايا هكمل سؤال 15 ادفيرس افكت اوف بروفرانولول البروفرانولول ده مين نون سيلكتد بيتا بلوكر نون سيلكتد بيتا بلوكر اكتب بقى عندك حاجات كتير قوي ده طالب الدين عايز تكتب له برادي كارديا هارت بلوك هايبوتنشن هايبوجلايسيم مش عارف كولد اكستريميتي عايز تكتب له انه بيعمل بتاع دوت ايوه بيعمل برونكوس بازم صح ولا لا حاجات كتير قوي بيعمل بروجيشن اوف انسولين هايبوجلايسيم جلوكوز انتولرانس هايبركاليميا ابنفرين is contraindicated with beta blocker because سؤال حلو الابنفرين ليه ما يتاخدش مع البيتا بلوكر عشان بيعمل اللي هو انا عشان because it cause او because it can
بريسيبيتيت كان بريسيبيتيت يعني سيفير هايبر تنشن بيكوز ات كان بريسيبيتيت بريسيبيتيت يعني ايه ات كان كوز كوز خلاص ات كان كوز سيفير هايبر تنشن ديو تو نكمل هتفتكروا كلمه ايه الكلمه اللي كنت كتبتها ان اوبوزد سيبير. انا اوبوزد الفا فيكتور سيفير بتاع ايه ده ان اوبوزد سيفير هايبر تنشن اللي هو يعني الفا من غير بيتا ان اوبوزد الفا 1 اكشن لان قلنا البيتا 2 هي اللي بتعمل فازو دايلاتيشن فالامينات فكله بيشتغل على طول فارماكوكاينيتيك تعريف الفارماكوكاينيتيك بقى effect of the organism on the drug اللي باش هنحكي اربع حاجات براحة ادمي absorption ادمي the organism on the drug اللي هي الادمي ادمي absorption distribution metabolism و execution مفروض ان هو effect of the organism on the drug as regard absorption distribution metabolism execution بتقول اد مين بتقول رفع كله classify beta blocker with example بتقول اما تجيلكم في الريت اما تجيلكم في الكومبليت classify beta blocker with example هتقول له ايه بقى ازاي ده في سؤال كومبليت ازاي في سؤال كومبليت صعب ولا ايه والله ما ينفع ينفع والله classify beta blocker with example تقول له selective 1 selective beta 1 agonist مثال اتينولول اثنين نون سيلكتيف بيتا بلوكر اللي هما مين البروبرانولول مثال ثلاثة الفا اند بيتا بلوكر لا بيتا لول اي ما يجيش هنا مش هقسمهم على حسب الفارماكوكاينيتيك وال طالما ما حددتش بص يا شباب طالما ما حددتش التقسيمه يبقى المهم قوي دي الفارماكوكاينيتيك هي السيلكتيف والنون سيلكتيف سيليكت مناصر ويا بيتا لو هما ثلاثة بيتا 1 بيتا 1 وبيتا 2 و ان اكزامبل اوف بيتا ادرينرجيك ريسبتور لحد كده السؤال ما جابش بص انا بس ببين لك اهو انا لسه ما عرفتش ادرينرجيك ريسبتور ايه بقى يا ترى ادرينوس ولا بلوكر بلوكر از ايه بقى هات له مثال هات له مثال اي بيتا بلوكر بروبرانولول مثلا اتينولول ها ات از يوزد ان يلا قول استخدام للبيتا بلوكر هايبرتنشن هايبرتنشن اند انجاينا انا رايي انت بتبقى السيليكت يبقى الاجابه الصح هنا اتينولول يعني الاجابه الصح هنا يا جماعه هنكتب اتينولول لان ده السيليكت والاستخدام الاولاني هايبرتنشن والاستخدام الثاني ايه انجايد اقول لك ايه لان النون سيلكتيف بيتا بلوكر ما نحبش نستخدمهم في حاجات اللي تخص القلب الا في الاريزمس يعني حتى لما يجي يقول هايبر تنشن الاتينولول افضل ليه السيلكتيف افضل ليه لانه اقل في السايد افكت لما تيجي تبص على الاضرار بتاع بيتا بلوكر تبقى ضعف بعد كارديو هارت بلوك هايبر تنشن هايبر كاريمو ماشي ابو هايبر ليبيديميا لكن تيجي تبص على البيتا 2 بروكوز ماسك وكورد اكستريم وفاتيك ومصل كلام وقصه بنت لذينه يعني فدايما السيلكتيف افضل من النون سيلكتيف طيب هو اللي بيعمل فازو سبازم اكتر مين البيتا 1 ولا السيلكتيف النون سيلكتيف النون سيلكتيف يبقى انزايم بقى هتيجي تستخدم لي النون سيلكتيف كمان ما ينفعش ابعد خالص عن البروبرام رول في الانزايم ولو انا قلت ان الكلاسيك انزايم انا عارف ان ليه لما قلنا الارتري بيبقى متسلط يعني نوت ريسبوند تو فازو سبازم وفازو دايلاتيشن وتاني هقول الحته دي لانها مهمه البيتا بلوكر يوزد ان اول تايبس اوف انجينا اكسبت فاكرين؟ انجينا البيتا بلوكر يوزد ان اول تايبس اوف انجينا اكسبت الفازو سباستيك فازو سباستيك انجينا او اسمها برينزي ميتال انجينا او اسمها فاريانت انجينا ليه؟ بيكوز it cause more vasospasm. In
مش فاهم بقى. استنى بس دكتور دقيقه بس. انا مش فاهمها تاني لان انا اتخبطت هنا قعدت اشرح بس على ربع الحته دي ونزلت وطلعت وانا متاكد ان كان كله واحد فاهمها. كل اللي انت تروح ضربت ترابطوه وحمص الشام ونزلت ونسيت ماليه دعوه. ماشي مفهومه ولا لا؟ ما تعبتش عليا تاني وهفكرك بيها تاني. هو هرسم لكم الرسمه بتاعت الارض كمان. لما قلنا ده الكورونري ارتري يا صفيه تصلب يعني كل ده بيبقى فيه دهون من جوه اسيروسكلوزيس دوت كلاسيك انجاين دي كلاسيك او اسمها اكسيرتيك انجاين اكسرسايز انجاين تيبيكال انجاين. كميه الدم اللي ماشيه في الكورونري ارتري ثابته الكميه دي لا بتزيد ولا بتقل. فالعيان لما بيكون يتحرك المفروض الهارت ريت بيزيد فبيحتاج بلاد سبلاي اكتر ما بيديش. مع كده ان البلاد هنا ثابت ما بينزلش بعد ما بيقوم العيان يفتكر ان الشيست ليه وزن مفهوم ولا لا؟ العيان ده علاجه ايه؟ تقلل الاكسجين نيد لان انت ما بتقدرش تزود السبلاي. نو دراج كان انكريز اوكسجين سبلاي او نوع الفازو دراجيشن. الارتري في حالات التيبيكال انزاينا الانزيما في الديفولت يبقى متصدم لا يستجيب للفازو دايركت. يبقى الحل هنا ندي بيتا بلوكر عشان نقلل النيد نقلل الهارت ريت نقلل الكونتراكشن نخلي الدم اللي جاي على قد المطلوب مفهوم ولا لا؟ دي علاج الاكزيجن انزيما بيتا بلوكر. النوع الثاني اللي انا قعدت رسمت قلت لك الارتري بيبقى فيه تشنجات كده بيجيله اتاكس وفازو دايركت. المرض ده غير دي اسمها ايه؟ دي اللي اسمها برينز نيتا اللي هي بتيجي اثناء الريست واحد بيتكلم في التليفون وهو نايم يقوم على شيست بين ايه دي؟ انجاين اوف ريزر اتيبيكال برينز نيتا فاريا فازو سباست لان سببها ايه؟ فازو سباست. هل هنا الحل ان انت تدي نيتا بلوكر وانت هتقلل النيد اكتر ما هو لا ده راجل نايم ده الهارت ريت عنده 60 والراجل كده عنده شيست بين هتقللون عن ال 60 يبقى البيتا بلوكر ملهاش اي رول هنا بل بالعكس ده البيتا بلوكر تزود الازمه. ليه؟ لانها هنا الارتري ده بيستجيب لاي حاجه تعمل فازو كونستريكشن لانه الارض ده سليم الارض ده مش متصدر. فلو اديت له ده فكر بتعمل ايه؟ خاصه النون سيلكت تعمل مور فازو سوا. السؤال هنا بيقول لك ان البيتا فوكر تعالج الانزايما ايه؟ لكن كونترا انديكيتد في النوع ده ايه فيزو؟ ليه؟ اقول له از ات كوز مور فازو سوا تزود الحاله اكتر. بص بقى الاسئله خازوق صغير انا خازوق صغير يعني مجنون صغير كده بس بالعملي طبعا دي اسئله في العملي بس هم دول الثلاثه او الاثنين ايت اللي ممكن يجي لك بالعملي ما تروحش تذاكر العملي ها ما تروحش تضيع وقتك العملي خلاص انتهى. فولاتايل اويل لاكسيتيف لاكسيتيف لوكال انستيزيا حلو في ناس قالت لك كارمينيتيف سباسوليتيك نكتب احنا ماشي صح كل ده صح نكتب يوز ديم لوكال انستيزيا عشان كلنا نتفق على حاجه لوكال انستيزيا. عايز تكتب لي منهم لوكال انستيزيا اويل اوف بين قوسين كده اويل اوف كلوف هو ده اللي بيستخدم في اللوكال انستيزيا. يبقى لوكال انستيزيا بين قوسين اويل اوف كلوف. ايه كمان؟ اسباسموليتيك اكسبكتورال اكسبكتورال انت برضه صح نكتب اسباسموليتيك اسباسموليتيك يعني مضاد للتقلص مين بيبرمنت اللي هو بتاع النعناع بيبرمنت اويل مالك تفهم بس دي جابت السؤال يبقى لوكال انستيزيا اويل اوف كلوف دي لوكال انستيزيا والتاني سباسموليتيك اللي هو البيبرمنت اويل. ادفيرس افكت اوف البنفرين انكلود انجينا وهايبرتنشن اند انجينا اللي بتعد اكزامبل اوف توبيكال برضه سؤال عملي تاني اهو اكزامبل اوف توبيكال بريباريشن ابلايد اون ذا سكين دي مصد؟ لا امثله للادويه اللي بتتحط على الجلد كريم وجلد مثلا كريم ولوشن كريم واوينتمنت اي حد قاعد في اي بتاع كده جاوبها دي توبيكال بريباريشن نقول له كريم وجل جل
كريم اند جل advantage of sublingual root low first pass high bio availability no first pass metabolism high no. availability rapid onset action no ولا low no no first pass metabolism no first pass metabolism higher bio availability أو rapid onset of action أنا رأيي ليك no first pass metabolism and rapid onset of action نبص بقى على اسئله الاستوديوهات راح خالص اهو راح خالص خربت اهو في التفاعل خد الورقه لا بايو ترانسفورميشن هو ميتابوليزم اوف ذا دراج از تو ريندر ذم عشان تخليهم ايه لسه ليفل سورس خلي الدواء لسه ايونايز ولا مور فارماكولوجيكالي المفروض مور فارماكولوجيكالي اكتيف مور ليفل سوليبل لسه ليفل سوليبل ولا لسه ليفل سوليبل لسه ليفل سوليبل كل مقتنع لسه ليفل سوليبل اقول لكم ليه يعني عشان ينزل في الكدني اول ما يتحول الى ووتر سيرفر ما بينتشرش في الجسم وينزل في الكدني كلمه ليس ايونايزد بقى اللي المفروض الدواء يحوله الى مور ايونايزد واتفقنا ان الايونايزد معناه ووتر سيرفر واللان ايونايزد معناه ليه ايه يبقى ليس ليفيد سوليد يشوفوا ولا لا Which of the following is classified as belonging to tyrosine kinase family of insulin? والله وانا بشرح ان هو فاكر الدرس ده قلت لكم tyrosine kinase يعني انسولين على طول مفيش عندنا هرمون في جسمنا بيتعامل مع الانزيم ده ولا دراج غير مين الانسولين يبقى tyrosine kinase اول ما تشوفه في كروس ماتشنج ام اس كيو دور على الانسولين في الناحيه الثانيه تمام يبقى الاجابه انسولين ريسبتور If a drug is repeatedly administered at dosing interval that equal to its elimination half-life عادي لحد بيدا معلومة عادية احنا بندي الأدوية كل half-life صح ولا لا دواء half-life بتاع 8 ندي كل 8 وهكذا بقول لك the number of required 4 ل 5 4 the plasma 4 ل 5 بس كده بيقول لك توصل للـ CSS بعد قد ايه فاكرين قلنا 4 ل 5 half-life اللي هي رقم بي لحد كده العملية سهلة of the following which is phase 2 biotransformation نفكرت phase 2 مين في دول sulfate conjugation sulfate conjugation صح لأن phase 1 سموها non-synthetic اللي هي فيها oxidation reduction وhydrolysis phase 2 لإما conjugation لإما acetylation يعني بتضيف deamination لا يعني تشيل ما ينفعش hydrolysis دي phase 1 reduction دي phase 1 يبقى الإجابة هنا مين؟ sulfate conjugation predictably dangerous side effect of nadolol قلت لكم أي حاجة أخيرها لول تبقى بيتا بلوكر مفهوم؟ يبقى ده بيتا بلوكر يا عم قول لي بقى constitute a contraindication to its clinical use susceptible is the induction كل الكلام تحس إن الكلام ملوش أي لازمة تحس إن هو بيتوهك في الاخر انت عايز ايه مين اللي في دول ما ياخدش الدواء ده الدواء ده ايه الضرر بتاعه في دول
اللي عنده ايه الضرر سايد افكت اوف نادولول مين في دول كاردياك انا قلت لي بيتا بروتو بتعمل اسبيرادو ديبريشن كاردياك الضرر ازمه برونكو برونكو سبازم المقصود ازماتك الناس اللي عندها برونكو كان ازمه هم دول لو كاتب لك بص السؤال ايه كونترا انديكيشن يعني ممنوع يتاخد في العيان سبسبتو اللي انت خايف يجي له ايه البيتا بروتو ما بتعملش هايبرتنشن دي بتعالج الهايبرتنشن البيتا بروتو ما بتعملش الاريزم دي بتعالج الاريزم صح ولا لا البيتا بروتو مش عامل اسمك خالص الاجابه هنا ازماتك طب النادولول سيلكتيف ولا نون سيلكتيف بيتا بروتو نون سيلكتيف نون سيلكتيف نون سيلكتيف اوعى بالذات يعني قلنا هنا ممكن سيلكتيف كمان لكن نون سيلكتيف لا لان هيقفل البيتا دول بتعمل برونكو دايليتيشن يلا يا سيدي اختار من دول الجمله الغلط يلا انكوريكت ايون ان ايونايزد دراج از ليبل سوليبل اند ديفيوزبل كل جمله غلط بس قول صح ولا لا ان ايونايزد ده ليبل سوليبل وديفيوزبل صح صح الايونايزد دراج ليبل ان سوليبل اند نون ديفيوزبل صح 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 ويك بيز دراج يعني الدواء الالكالين البيز معناه الكالين بيست ابزوربد ان ذا انتستين غلط يا رب اه قلنا الالكالين دراج ابزورب في الالكالين ميديا ليه الكن يبقى نون ايونايز لما قلنا حتى مثال قلنا الاسبرين بيمتص فين في الاستومك لانه اسيدك وقلنا الانفيتامين بيمتص فين اللي هو الدي كي بتاع 8 في الانتستين يبقى الاسيدك دراج ابزورب في الاسيدك ده والالكالين ابزورب فين الاجابه اللي جايه هي غلط الاجابه اللي جايه هي الغلط ايه هي بقى بص اسيديفيكيشن اوف يورين بص اللي بيلعب بيك بس وهتفهمها مني انكريز ري ابزوربشن اوف ويك بيز بص فاكر الجمله اللي قلتها لك اسيديك دراج اكسكريتد ان الالكالين يورين دي الجمله دي اسيديك دراج ينزل في اليورين ايه الالكالين الالكالين دراج ينزل في اليورين ايه قلنا لو واحد دواء الكالين وعنده تسمم يساعد ازاي في انه ينزل في اليورين تخليه اليورين ايه اسيدك تمام بص بقى الكلام اللي بيقوله هنا بيقول لك ان الاسيد لما تعمل اسيديفيكيشن لليورين ده يساعد في زياده امتصاص يعني رجوع الدواء البيزك لا المفروض لو انت عايز الجمله الصح هنا تقول له اسيديفيكيشن اوف يورين ديكريز رينال تيوبولار ري ابسوربشن او انكريز اكسكريشن اوف بيزك دراج مفهوم يبقى ان المعلومه اللي عايزك تحطها في دماغك عشان تقدر تحل السؤال ده في الامتحان اللي انا قلتها اسيدك دراج اكسكريتد ان الكالين يورين يبقى المفروض الاسيدك الالكالين الدواء ده ايه بيزك يبقى تخلي له يورين ايه اسيدك يبقى ينزل مش هيحصل له ري ابزوربشن مفهوم هنا بيقول لك ري ابزوربشن لا العكس مفهوم لا يبقى الاجابه الغلط هي ايه الاخيره اسيديفيكيشن اوف يورين المفروض بتقلل التيوبولار ري ابزوربشن فول اكتيفيشن اوف سمباثيك نيرفس سيستم برودوس اول اوف ذا فولوينج اكسبت سؤال ده بقى الاكشن ده فارماكولوجي ده الاكشن بتاع السمباس ومالك ها برونكو دايليتيشن السمباثيك يعمل برونكو دايليتيشن يعمل يا ابني عضلات بيتا 2 انت فاكر سيستم بقى تاكي كارديا بتعمل برونكو دايليتيشن صح تاكي كارديا ده بيتا 1 مايدريسيس غلط مايدريسيس ده الفا 1 يبقى الاخيره اللي جايه هي اللي غلط صح ولا لا كونتراكشن اوف ذا دريس المصل اوف يورينر جادر يعني بيفضل يورين مين اللي بيفضل يورين بارس مثلا بس بسات الكولينرج صح يبقى دي غلط امال بيعمل ايه هو في اليورينر جادر ريلاكسيشن فلويد اسفنك ايه هو ده بيقول لك السيمباثيك بيعمل كل حاجه في دول معاه ابو ده يعني اكتيفيشن ليه حاصل شو بروديوس اول اكسبت ايه اللي ما بيعملش السمباثيك انه بيعمل كونتراكشن في اليورين السمباثيك ما بيعملش كونتراكشن بيعمل كونتراكشن في الاسبوع باسل كامل اخيرا ذا دراج اوف تشويس فور تريتمنت انا فلاكتيك شوك بنفرن بيقولوا عليه كلمه ايه بنفرن لايف سيفنج فاكرين ضيفوا الكلمه دي مهمه لايف سيفنج في حالات الانفلاكتيك شوك وبتكتبه هو ده كان عايز يتكتب انا قلت الاسئله السهله ما تكتبش
مين فينول يا سيدي المستخدم في علاج الكارديوجينيك شوك؟ الدوبيوتامين. الدوبيوتامين هنا ليها اسم ثاني. الدوبيوتامين سيفير اكيوت 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 سيفير هارت فيلير. سيفير هارت فيلير وانت في الاي سي يو. نور بنفرين. فيتو درين. ايزوكسوبرين. برازوسين. برازوسين. فيتو درين. ده اول حاجه قلتها اول ما دخلت هنا والله في ساعه ونص ساعه وساعتين. مين دكتور؟ ريتو دين. هم عندك ثلاثة. إما سالتي وتامول. استميوري. اشتغل على البنكرياس. إما ريتو دين اللي اشتغل على اليوترس. إما أيزوكس سوبرين اللي اشتغل على عضلات الجسم. يبقى ريتو دين. إنما نور بنفرين ده بتاع القلب. ده نور بنفرين ما بيشتغلش خالص على البيتا جلوكر. والأتينولول بيتا جلوكر. لول ها؟ والبرازوسين ده ألفا أم جلوكر. أبيلتي أوف ذا دراج تو إنفيوز فيتال مالفورميشن. عبيط السؤال ده. مين في دول معناها كلمه في التمال فورميشن؟ تراتو 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 جينيست. تراتو جينيست هي في التمال فورميشن. لا رجع الدكتور معلش. رجع ايوه علينا انا متكحل. تراتو جينيستي معناها ايه؟ يقول لك في التمال فورميشن. يقصد بيها ايه؟ Administration of which of the following agent is to review. Administration of which of the following agent is the most likely to reduce release of prostaglandin. يعني بيشتغل على النيرفي اندنج وبيقلل الريليز اوف بروستاتين كويس. كلونيدين اللي هو ادرينرجيك نيورون بلوكر. مين هو؟ كلونيدين. كلونيدين صح اهو بيقلل الريليز اوف نورادرينالين. الامفيتامين ده بيزود الامفيتامين ده بيزود الريليز بيقلله. مين في دول اكتيفيت دوبامينرجيك از ويل از ادرينرجيك سيستم؟ دوبامين. الدوبامين هو النص الليبتيك اللي بينبه الدي 1 وبينبه البيتا 1 والالفا 1. يعني اشتغل على الادرينرجيك واشتغل على مين؟ على الدوبامين. طبعا الدوبامين لا اشتغل سيليكتيف. مصور والله يعني ايه السؤال ده؟ مش عارف كده. في كلمة بنعالج بندي ايبينفرين فيه مثلا عشان نعالج. خلي بالك هو السؤال كده ذا فولوينج انديكيشن اوف ايبينفرين اوف ايبينفرين از او ار انتايرلي ديو تو اتس الفا 1 اكشن. يعني السبب ان احنا بندي عشان الايبينفرين يبقى عشان بيشتغل على الفا 1. مين؟ تبرولون. الفا 1 بس. انا فيلكتك شوك. لا وعايز يقول لك مين في دول اللي بس عشان الالفا 1. طبعا البرونكيا الازمه ده مش عشان الالفا 1 ولا البيتا 1 ولا عشان مين دول. قول السؤال تاني بس. بقول والله بالراحه. لا السؤال تاني. The following indication of epinephrine is or are entirely due to its alpha 1 effect. كده درس السؤال epinephrine والالفا 1. انا فلكت شوك لا لان انا فلكت شوك الفا وبيتا. البرونكا الازمه بيتا 2. الكاردياك ارست بيتا ايه؟ هو الكاردياك ارست بيتا 1. شوك بينبه القلب عن طريق بيتا 1.
امال بقى تطور الروم دي اكشن في لوكال انستيزيا دي بس غلطه ولا لان هو ازاي بيطور مفعول لوكال انستيزيا لما بيعمل فاز كونستريكشن بيخلي الدم اللي يجي للمنطقه يقل فبيخلي اللوكال انستيزيا تفضل قاعده هنا دكتور السنان بيدي الحقنه وتفضل شغاله مع العيان ساعه وساعتين وثلاثه لما يروح البيت ليه؟ لان مدي معاها البنفت مدي مع اللوكال انستيزيا يبقى الاجابه هنا طبعا ابتدى اقول لك بقى الاسبرين نون ايونايزد فين والكلام ده في الاستومك في المقص فارت يعني ريجاردنج بروسوسين ذا فورم از نوت ترو انت بتصور السؤال ده بالذات يعني ولا بتصور كله وانا بشوف بالي انا سؤال بروسوسين اختار الغلط بروسوسين دكتور فاكرين الحته دي لما قلت لكم ساعات الناس الكبار بيضربوا غاز كذا عصفور بحجر البروسوسين بيعالج الهايبر تنشن بيعالج التضخم بتاع البروستاتا اللي بيعمل ريلاكسيشن في الريال بدل السفنكتر صح كده ولا لا؟ يبقى الاجابه الاولانيه دي ما تختارهاش يقول لك عايز الغلط عايز ايه؟ الغلط دوكساسوزين ده برضه الفا 1 جلوكر دوكساسوزين ده زي البروسوسين بريفيرد تو ايت از ات هاز لونجر اكشن ده صح وبعد كده مش عارف تامسوزينين ده برضه ايه الفا 1 بلوكر ده بيستخدم في الهايبر بليزيا بتاعت البروس بص الاجابه الاخيره حتى لو مش عارف دول حتى الاول مره تسمعها بص على الاخير كده هل الفا 1 بلوكر بيعمل مايجريسيس امال يعمل ايه مايوز ده انا بقفل الفا 1 بيتعمل مايجريس بيحصل مايوزس دي بس دكتور خلي بالك هو بيعمل نزل استافنس يعني ايه نزل استافنس يعني كونجيشن انسداد القفل معناها كونجيشن اهو بيعمل كونجيشن لانه قفل الالفا فحصل فازو ايه دايلاتيشن يعني نص دي دي صح لكن الغلط فين نص الاولاني يعني مايوزيس شويه يعني الاجابه دي ليه اخترنا دي ان المفروض يكون مايوزيس مايوزيس يعني ايه نزل استافنس نزل استافلس نزل استافلس معناها نزل كونجيشن كل دول الفا بلوكر زي الاخوات بس الاخوات دول بقى بيفضلوا اكتر في البروستات لانهم لونج اكتف او سيلكتف على البروستات نون ممبرين باوند ريسبتور هيدروكورتيزون هيدروكورتيزون مع عدد الكورتيزون صح الكورتيزون ديفيوزر والثايرويد هرمون بيخش جوه الثايرويد هرمون اللي هم الاستيرويد دول الريسبتور بتاعتهم جوه البطه بتضحك يا عم ولا ايه انا والله سعيد الكورتيزون والثايرويد هرمون الكورتيزون والثايرويد هرمون نقول عليهم استيرويدز دول بيسموهم استيرويدز دول الريسبتور بتاعتهم جوه الخليه يبقى الاجابه هنا هيدروكورتيزون ريسبتور دي اللي كده انسايد ذا سيل فوليوم اوف ديستريبيوشن ريليتس عرفنا اخر واحده دي الماونت اوف ذا دراج ان ذا بودي على الكونسر عرفت كده ده تعريف بقى ده تعريف دكتور يعني ايه لا لا فاضل 10 اسئله بس ده ذا فولوينج سترونج افكت اوف بيتا بلوكر يعني اختار هنا ليه انتوا بعتوا القضيه ولا ايه لا ما مش دارسين مش واخدين الاسئله مش واخدين الاجوبه يعني مش مستفيد حاجه من الاسئله لا اكيد بستفيد وانا هقول السؤال اللي انت بتلاقي نفسك
مش عارفين مش هو شرط عليها خالص في دراسه السؤال اللي جاب انت الريسك اختار الصح. هل هو بيقلل الاس نود والاي في نود برودكشن سلو اوتوماتيك بوث اوف ذا اوف بوث اوف ذا اوف البيتا بلوكر بيشتغل على كل انواع الريسك على فكره لانه بيعمل ريدكشن اوتوماتيستي في البرودكتيفيتي واي اكتوبر كان بيشتغل. طب ده السؤال اللي فات ده شكليا كان مش هيبقى لهوش اساس معايا في ناس فيه قلنا في البيتين مشتغل على الريسك فقط لا لسه ما نقلتوش اللي فات افويد سبلينجوال اللي فات يا دكتور رجع لك دي اوتوماتيستي على الرقم اوتوماتيستي يا لا لسه لسه ما شفتوش اول حاجه اخرها لون بيتا بلوكر يقول لك ان شغله كانت هايبرتنسيف ما يشملش الاتي طبعا ده في اول تطوير في البيتا بلوكر في الجزء بيقلل الرينم صح يا ابني مش عارف كده ريسيتنج كومبار وريسيتور صح نيجاتيف اينوتروبا وكرونوتروب صح هما ايه الغلط فازو دايليشن هو هل البيتا بلوكر بتعمل فازو دايليشن مين النوع الوحيد من البيتا بلوكر بيعمل فازو دايليشن اللي هو الالفا البيتا بلوكر صح في نوع واحد بس من البيتا بلوكر اسمه الفا البيتا بلوكر هو الكارديول والثاني كارديول اسمه الفا البيتا بلوكر اسمهم بازو دايليتور اماونت اوف ذا دراج ريتشينج ذا تارجت تيشو يعني مين هي الاماونت اوف ذا دراج توصل للتارجت تيشو بعد الاورال ادمنستريشن ده ايه ايه ده تعريف ايه لا ده فارماكو كاينتيك فاليو الاماونت اوف ذا دراج او الفراكشن اللي يوصل للتيشو اسمها بايو ايه افيلابيلتي طب البايو افيلابيلتي انا واحده دول دي اي يو سي صح هي اريا اندر كيرف عايز تقول هنا ان هو بيقول لك ان الاي يو سي هي البايو افيلابيلتي وهي دي الاماونت اللي توصل للتيشو ده فارماكو تاني بس السؤال ده احنا كده نقعد بالليل ماشي ويتش اورجان اكتب بس الكلمه كده قالوا افيلابيلتي معناها اي يو سي بس خليك كده يعني انت تقعد تكتب كتبت خد الالتيم المهم التايتل ويتش اورجان از ماجورتي اوف سايتوكروم بي 450 ده موجود فين ليفر ولا موجود في اللنج ده ليفر طب الفارماكو دايناميك ايه هي ابسوربشن اكشن اوف ذا دراج بايو ترانسفورميشن بايو ترانسفورميشن بايو ترانسفورميشن لا ده فارماكو كاينيتيك فارماكو كاينيتيك اكشن اوف ذا دراج مين في دول غلط مين في دول غلط ليميت سوليبيليتي بتقلل الرينال اكسكريشن لا دي معلومه صح ولا لا صح صح يورين الكالينايزيشن ديكريز اكسكريشن اوف ويك اسيد صح المعلومه دي غلط ها يورين الكالينايزيشن لا لا لما تقلل
حاجه اساسيه يعني انت اليورين خليها اليورين ايه الكلايت المفروض اليورين الكلايت انكريز السكريشن بوك هي دي هي دي السي بي ما هو بيدكريز هو على فكره مش مفيش دواء بناخده يا ميه ناقص يعني جميع الادويه يا اما ويت بيز يا اما ويت اسيد مش حاجه اسمها سترونج دكتور اللي فاتت اليورين الكلانيزيشن مش المفروض ان هو فعلا بيدكريز ال الاكسكريشن يورين الكلانيزيشن يعمل ايه بيقلل الاكسكريشن للاسيد صح كده ولا لا طب يعني ايه الغلط في كده يقلل ولا يزود يقلل مش الاسيد لو واحد واخد اسبرين وعايزين نخلي الاسبرين ينزل في اليورين نخلي له اليورين ايه قول والله اسيد لا لا لو خليناها اسيد يبقى هينزل اليورين ويبقى نار الغاز يبقى لازم نخلي اليورين عكسه اليورين عكسه بص يا دكتور سهل قوي في الابزوربشن خلي الميديا زي الدرج لو الدرج اسيدك خلي له الميديا بتاعته اسيدك عشان يخش الجسم لو في الاكسكريشن خلي له الميديا اللي حواليه عكسه طيب يعني اجابه بي اجابه بي ريجاردنج نون كومبتيتيف اتاك أنهي ورقة اللي صح؟ النون كومبتيتيف باين تو ذا اكتيف سايت اوف ذا ريسبتور وعايز الصح ديكريز ان اي ماكس سي عايز الصح النون كومبتيتيف فعلا بيقلل بيقلل الاي ماكس النون كومبتيتيف هو اللي بينزل بالكيرف ده يبقى الاجابه دي هي الصح ديكريز اي ماكس المين ايم اوف بايو ترانسفورميشن ايه هو؟ الهدف الاساسي من البايو ترانسفورميشن ان اكتيفيشن ووتر سولوبل ووتر سولوبل كده السي هي الاصح التشينج ان ليفل سولوبل دراج تو ووتر سولوبل ده الاساسي على فكره قلنا في بعض الادويه بيحصل لها اكتيفيشن صح كده ولا لا؟ الاجابه الصح هنا هي السي سالبيوتامول ليه بيبقى احسن من الابنفرين في علاج الازمه؟ يعني السالبيوتامول اللي ريبليس ابنفرين اللي بتدخل بروكا ازمه بيكوز كل اللي جاي صح ما عارفش اختار الغلط في حاجه هنا مش تبع السالبيوتامول كان بي جيفن باي ميني روتس كلمه سيلدوم معناها ايه؟ نادره سيلدوم دي معناها نادره وتيز ريري انديوس تريمو او تورس ده فين كومن ده السالبيوتامول اهم ضررين فيه فاكرين لما قلنا هيدك وتريموس والبكاكه دي بعد فتره يبقى الاجابه هنا غلط او اللي هنختاره هنا ما يخصش السالبيوتامول هي اول اجابه المفروض ان هو كومن دي بيعمل تريموس وبيعمل بارشيال اجونست مين اللي بيختار غلط البارشيال اجونست الغلط فيه مين؟ من ابسنس اوف بارشيال الغلط بي ريستودنت لا هو ده بقى الفطاوة مع اي حاجة اي سؤال يجيب الخاصية دي دي ديكتور يا جماعة دي الافينيتي بتاع كل ليجن واحدة خد المعلومة دي لا يختلف الافينيتي بتاعه عن الثاني طالما كلهم ليجن يبقى كلمه افينيتي از ليس ذان لا 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 الافينيتي واحد كله بيروح للريسبتور اللي بيفرق التركيز صح كده ولا لا؟ اللي يخلي الدواء ده يقعد او ما يقعدش هو ايه؟ تركيزه يبقى الافينيتي كلها بتاعتهم ايه؟ واحده يبقى اول ما تلاقي الافينيتي اقل واكثر يبقى دي الاجابه الغلط دي يعني دي الاجابه هنا دي انت ما سمعتش تاني 25 ما انا اخلص بس وبعد الدرس وعلى ما اخلص بروجرام رول ريسبونسبل فور ذا فولوينج افكت صار الصح اللي بيعمل ايه بروكس ساكيو بيش انت بس تفكر البيتا بلوكر ايه اللي بيعمله دول ديكريز ذا هارت ريت حد عنده اعتراض على الرياكت هو يعني هو هل بيعمل هايبر بيتا هل بيزود ضربات القلب مش البيتا بلوكر بتقلل ضربات القلب يبقى هي دي كلمة بقى انكريز اير واي ريزيستنس معناها بيعمل برونكوسبازم كلمة اير واي ريزيستنس بيعملوا برونكوسبازم الإجابة هنا
نوت تروف كونسيرنينج انت انجاينا افكت اوف بيتا بلوكر. يعني بيتا بلوكر بتعالج الانجاينا بس في حاجه في غلط. في حاجه غلط. ايه؟ لا في حاجه اوضح من ايه؟ بكتير. في حاجه هنا بتعيش بيتا بوكر اساسا سيبنا انجاينا. في حاجه غلط لازم يتعالج. كورونا ريفاسو دايليتيشن هي بتعمل فازو دايليتيشن كورونا. احنا خدنا البيتا بوكر بتعالج الانجاينا بالفازو دايليتيشن. لا مش بتعمل فازو دايليتيشن كده. يبقى كورونا ريفاسو دايليتيشن غلط. غلط. امال بتعالج الانجاينا ازاي؟ احنا خدنا سؤال بتقلل الارت ريت بتقلل الكونتراكشن بتقلل الاكسجين نيد كاتيكولامين الكلوتوروزافورم اكسبت. مين في دول مش كاتيكولامين؟ هو سيباسو ماجنتيك بس مش كاتيكولامين. افيدرين ايزو بريالين. لا افيدرين افيدرين. ما احنا قلنا افيدرين ديز نوت كاتيكولامين. يعني ايه كاتيكولامين؟ يعني مش في كاتيكولنيوكس. المفروض في التقسيمه بتاعتهم الكيمياء كل دول كاتيكولامين. في حاجات سنسيتيف وفي حاجات اندوجينس. انما الامفيتامين او الافيدرين نوت كاتيكولامين. الاجابه هنا افيدرين. بروفلاكسيس اوف اوزوجيال فايروسز. كنا بنستخدم البيتا بلوكر في علاج منع النزيف من دوالي المريء. لو انتوا فاكرين بيقول لك النوت سيلكت بيتا بلوكر هنا بتعمل ايه بقى؟ كانت ازاي بتقلل البوردة بلاد فلو؟ فاكرين؟ فاكرين الرسمه ديت؟ على الميزنتريك. في في الميزنتريك بلاد فيسل. ايوه الميزنتريك بقى في بلاد فيسل اللي هي اسمها ايه هنا؟ سبلانكنج. سبلانكنج. يبقى الاجابه هنا سبلانكنج فازو كونستريكشن. انا فكرت هتصدق الليفر هنا. قلنا قد البوردة فين جاي وكده. قلنا بيجي له بلاد من هنا. البيتا بوكر بتعمل فازو كونستريكشن هنا فتقلل الدم رايح. كلمه سبلانكينج فازو كونستريكشن او اسمها ميزنتريك فازو كونستريكشن. الريتو دريم بيستخدم في علاج ايه؟ ريتو دريم هايبرتنشن. لا لا ريتو دريم بريماتشور ليبر. الريتو دريم ده بيتا اجونست بتاع بريماتشور ليبر او سبليتد ابورشن. كل دول استخدامات بيتا ادرين انتاكوست اللي هي البيتا بوكر ما عدا البيتا بوكر ما بتستخدمش في حالات ايه؟ هايبر ثايرويدز. لا ال الفاريان لسه شارحها. قلت لك البيتا بوكر بيستخدم في كل انواع الانجينا ما عدا البرنز ميتال انجينا او الفاريان انجينا. يبقى الاجابه هنا برنز ميتال انجينا. كل سنه وانتم طيبين. شكرا على الخير. بص ما يا اسطى بعد خلاص انا اللي كنت بستر عليك. انت اللي فضحني اصلا كل شويه بتحكي فبطلع جهاد. لا يا ابني انت بتصور. انت يعني مش عارف اقول لك ايه. انت بتصور شايفني شايفك يا عم. عارف انه شايفني مش عارف عندي اصلا عشان اصلا ما بيجيش منهم دول سيوني. ايه طب كم ياخد معايا ورقه؟ ما اعرفش والله. يعني كم؟ انا ما اعرفش. انت بتذاكر قد ايه؟ انا الحفظ تبعي ضعيف يعني مش قوي. هياخد معاكم يا عمي لسه في 3 ايام يا عم. فكرش من الوقت يعني؟